السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأخوة السادة الكرام، حياكم الله تعالى، ويا رب يجعل الجنة إن شاء الله مثوانا ومأواكم ومأوانا. ممتاز ممتاز يا وقاص، أحسنت وقاص. أنا الحين في ستريمينج، خلص كلامك إن شاء الله. مع السلامة. أسعد الله مساكم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين من الله قريبين. كيف أموركم؟ كيف دنياكم؟ كل شيء تمام إن شاء الله. طيب كيف حالكم؟ يلغني 50,000 حاط الضرس. كيف يا جماعة؟ والله ما تدرون. لحظة خلني أقول لكم، والله يا الجزئية حق التصوير اللي مع راكان إنها أصعب من المقطع نفسه، أصعب من المقطع نفسه. يا ساتر، بغيت تكنسل الفكرة كاملة بسبب إنه مانعينا من التصوير، بغينا ننطرد، جونا يكرشونا أكثر من مرة، لكن تيسرت اللهم لك الحمد. يعني في الختام، كيف حالكم يا جماعة؟ سعد الله مساكم برضا والنعيم والمسرات جميعا. عليك عقاب. ليش؟ ليش على عقاب؟ اصبروا الحين قاعدين نتفاهم. ما بثيت امس. طيب صلوا على محمد، احنا ناس عاقلة ونتفاهم، واسمع مني وتسمعون معكم، ومعروف المثل الغايب عذره معه لين ما يتكلم. تمام، تكلم. بتكلم ورب المصحف لو ما تسمعني الان وتسمع ايش بقول لك يصير كلام ثاني. انا لي فتره أصحى الساعة 7 الصباح، والله العظيم لولا أني أعزكم وأقدركم كان ضربت المخدة الآن وصقعتها نومة وقمت بدري مروق ولا علي بحد. ولكن قلت لا والله يا أحمد، لا والله هذا مو بنت، أنت اللي بتصنع جوهم اليوم واللي الزعلان بتفرحه وبيعذرونك، لأنهم يدرون أن أنا مو بس أبث، عندي قناتي باليوتيوب، عندي تصوير مع العيال، تصوير مع الفريق، عندي أشياء وأشغال خارج السوشيال ميديا، فأحاول إني إذا جيت أبث أبغى أبث لكم وأنا فيني طاقة. إذا ما فيني طاقة وما فيني مجهود، ترى الآن الكلام قاعد يطلع مني مخارج الحروف بصعوبة، فلازم أنكم تراعون الشيء هذا. تمام، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للعقد إلى الآن ما توقع، إلى الآن ما عرض، فما عنده نقاش قانونيا. تمام. رقم ثلاثة، لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين، استغفرك وأتوب إليك. لو فرضنا أن العقد توقع، ترى مالك حق تتناقشني، عندي رصيد إجازات إذا خلص ذيك الساعة ما عاد عندي كلمة أقولها. فنومي يا عيال، أصحى بدري الصباح مرة وقاعد أحاول أعدل الوضع هذا. تمام، وفي مقاطع اصورها واحاول يعني اني الحق ورا الموضوع، يعني امس صورت العصر واليوم صورت العصر والله من الصباح قايم، فطاقه عندي صفر الصدق. تمام، لازم انشط نفسي الان وتنشطوني انت. تمام تمام، حلو ان شاء الله. بث اليوم عشان ينضخ الادرينالين بالجميع، بنسوي حاجه غير معتاده. ما اخفيكم، دخلت سيرفر ميستري تاون قبل البث اليوم العصر، ورحت ضبطت وضعي من ناحية أسلحة ومن ناحية فلوس ومن ناحية ضبطت أموري، اللي ناوي أخرب شيء، ما أدري إيش بخرب بس بخرب شيء. فيفا ما أتوقع يا سوه صراحة، يعني بث الأخير لعبنا فورت وأوفر واتش، صح؟ كان هذا آخر بث. فاليوم جراند ما لعبناها لنا تقريبا أسبوع أو 5 أيام. فاليوم جراند ما أدري إذا بتكون في لعبة ثانية على حسب الطاقة، ولكن يا جماعة اعرفوا ان الاسبوع هذا اسبوع تعديل نوم لي بالنسبة لي انا، غير ضغط المقاطع، فقاعد احاول، وبيجيكم محتوى باليوتيوب قوي مرة. حلو حلو. طيب احمد، كانت في مواضيع ثانية تبي تقولها، وش كانت يا رب العباد؟ وش كانت يا احمد؟ تصحى الساعة 7 احمد اوفر ما يمل منها. والله يا بتول لو ان بيدي اني لشغل اوفر انا واقعد العب اوفر بس، يو والله ما عندي مشكلة،
ولكن رضاء الناس غير أدرك هذا المرضي الجميع، فرضاء الجميع يتطلب تنوع، وهذا ما وهذا مبدأنا اللي احنا كنا نبغى نبني عليه رؤية 2023. فيا رب انها تتيسر. حلو حلو. يوم السبت بيكون بث طويل بإذن الله، نحاول السبت. ليش بيكون بث طويل؟ لأن كود بتنزل، بألعب كود يمكن فوق يعني إن شاء الله إذا الأمور تيسرت، ما أبغى أعطيكم وعود. تمام تمام، هذا رقم واحد. الآن نظامك أجل نظامك مع الإجازة كذا الآن يتعدى العقد. ليه يتعدى يا ملأر؟ ترى العقد إلى الآن يا ملأر ما رجعت للمرة الثانية، يبي لي أرجع له. يا لازم أصحصح لأن فيني خمول. أنا قاعد وأشوف أي شيء تسويه، كيف إنك بثيت. طيب أعطوني موضوع عيال قبل لا أدخل، أبغى أسولف قبل لا أدخل عشان اللياقة تجي. والله يا أحمد وجهك تعبان، والله إني تعبان يا شباب، صدق تعبان من ناحية جهد، يعني الطاقة عندي نازلة، بس أعرف إنها بتجي يعني مع الحماس. ليه تكرهون بروس؟ بروس طيب وحبوب، ذكرتني دحو شرى اليوم أعدمه، والله لا أخربها اليوم يا عيال. ليه أتكلم الآن؟ بدخل بخربها. وش سالفة الاجتماع في الدس بينك؟ شو رأيك تنزل لي أوفر؟ مثلا في توقيع عقد يحتاج حضور محامية. ويلكم رزان الشمري. العقد إلى الآن قاعدين نراجع يا رزان، إن شاء الله إذا خلص راح نعرض على الجميع بإذن الله تعالى. نبي فيفا من الأسبوع اللي فات وأنت تقول أبشر أبشر أبشر، بحاول شغلك على هذا الموضوع، والله بحاول. تبون اقدح ونولعون بث اليوم؟ انت على الهواء المباشر الان. اخوي ابو سويحل تفضل تعالوي، ابغى اقول لك كلمتين وبقفل. طيب انا رجال اقدح من راسي، حلو. اسمع ايه وبقول لك وبعطيك من الاخير رجال. والله اني ما طقيت خبر من امه، حلو. اسمع ما خلصت. قاعد تلعب ركت. طيب ركز. اذا انت ذكر وإنسان يعني إذا أنت فيك ذرة رجولة، بقول كلمة. إيه زين. تعال الحديقة العامة. والله لا أجرب فيك. تعال الحديقة العامة لحالك. علي الحرام يا أبو سويح النخ. طيب تدري؟ طيب اسمع. تعال المطار. حلو يا انا تعال مطار، اخلص تعال مطار، تعال لحالك. اسمع تعال لحالك. طيب انا انتظرك الان بمطار المينا، ويا انا انت خلاص زقت. يلا سلام. المطار راح تسفيري من ان نتسفر انا وياه ستريم سنايب. خلاص لا نبغى شيء يشعل الدنيا، خلنا ندخل ونشوف ايش بيصير معنا. اذا جاني بقول وش تبي، ما اذا جاني مع ناس بقول نعم. السلام عليكم، ما عندي شيء بس حبيت اسلم. ولكم يا ريج، حياك رب العباد، الله يسلمك. ليه اجحد؟ هلا ايقل ايقل ايقل، بس تبي ورب المصحف ايقل ايقل. اليوم والله بخربها الصدق. خلنا ندخل السيرفر. شلون ادخل السيرفر؟ يغيروهم صار من الموقع صح؟
نروح عند هذه تسجيل الدخول. والله ان شاء الله انا صح. لوحة البيانات، ادخل السيرفر. مفروض انك كذا عادي يدخلني صدق يعني مدري كيف احط ذا. يلا بسم الله. حياكم الله يا جماعة الخير، أسعد الله مساءكم وإن شاء الله تستمتعون معنا في بثنا لهذا اليوم الموافق الاثنين 24 أكتوبر 2022. حياكم رب العباد. طبعا في جوائز بث اليوم، والله اني نسيت، والله اني نسيت وما انساني الا الشيطان، والله يا جماعة اني نسيت. يا اله الا الله قبل ان ادخل. اليوم عندنا تذاكر الكأس العالم وعندنا دولارات وريالات. هلا رامي، رامي مشتاق لك في الواتساب. اليوم عندنا التاء مربوطة صح؟ حاول بالله بصير غني. اصبر يا لورد اصبر يا اطلق مني بث، ما ودك تجينا الخبر. بإذن الله بإذن الله الشرقية جايها قريب. طيب فكر أحمد، فكر أحمد. أحمد تدري إن بكرة الكسوف؟ صدق والله؟ شو يعني تاء مربوطة؟ أوه مصيبة دي يا فتامي، عندك بنت الزوج ما تعرفين التاء مربوطة إيش؟ طيب يا جماعة صلوا على محمد. عندي تذكرتين لكأس العالم، مباراة السعودية ومباراة السعودية والمكسيك، وعندي آلاف مؤلفة قالوا لي وزعها يستهلون. فالآن الآن يا حبايب القلب، والله العظيم إني ما أدري وين. لا اي صح كنت فلوس انا اخر مره صح، اي كنت فلوس. بسم الله. طيب نكبر الكام شوي بس هنا، حلو. طيب طيب صلوا على محمد، صليتوا عليه عليه الصلاه والسلام. بسوي سحب يا حبايب، سحب للناس السريعة. بس عشان ما نخطف، بس عشان ما نخطف، فقط عشان ما نخطف، بس عشان الأمور تكون يعني يعني ماشية على ما على ما على, على الطريق السليم. نشغل نقطة الايم عشان ندعت صح على راحتنا. حلو طيب صلوا على محمد، صليتوا عليه حلو. الآن وانتوا معاي، الآن وانتوا معاي على عجالة يعني كذا على عجالة، خلوكم معي على الخط، احتاجكم تكونوا معي على الخط مصحصحين يا جماعة، على عجالة كذا من الأمر. لا إله إلا الله. طيب صلوا على محمد. قبل أن نبدأ بث اليوم ونبدأ بالأكشن كامل على السريع ولا راح نطيل، التاء المربوطة الآن أقصى شيء، ركزوا معي زين مشتفين، حطوا رابط تغريدتي باستسي بلاي. أبسحب يا أخوان على تذكرة كأس العالم الآن وبسحب في نص البث، ركزوا معاي. وين رحت أنت؟ يا ويلي وين نزل؟ ايوه ابسحب على 50 ريال ل 15 واحد و200 ريال لخمس اشخاص
وتذاكر الكأس العالم، ويمكن أزيد سوني ويمكن أحط بي سي إذا أنا مروق. فالآن في اللحظة هذه أبى أحدث وبسحب كل شوي. قاعد أسمع صوت هليكوبتر، توقعنا أبو سويح أسوي سليب ودخل قبلي وراح سبقني؟ ما أتوقع صح؟ عندي معلق، إذا علق عادي حدثوا. فالآن وأنا أتكلم أبى أفوز الناس اللي جو من بدري. أوكي؟ أبى أفوز 5 أشخاص. وبأتواصل مع واحد في نص البث بكلمه بقول السلام عليكم، أبى أشرف إن جائزتك تجيك الآن. الآن فزت التذكرة؟ الآن تجيك التذكرة، أتأكد إنهم تواصلوا معاك الآن. عندي معلق عشان الضغط يا جماعة. إذا علق عليكم اعرفوا إنه عشان الضغط. فروح حط لايك، سوي لك حساب، المشاركة مرة سهلة، أنا في البث الآن عشانكم موجودين أبسحب من التعليقات. ولكن أنت عشان تدخل السحب فقط تسوي حساب. طبعا السي سي بلاي يا جماعه منصه معروفه تكلمنا عنها كثير وموجوده معنا في كل مكان، تطلعك في كل مكان تعرفونها، تقدر من خلالها تلعب مع ناس، تقدر تسوي بطولاتك الخاصه، تشوف اخر ابديتات، في اشياء حصريه خاصه باور، خاصه ببعض صناع المحتوى، تقدر تشتري ستورات وبطايق، تقدر تشحن بدل ما تروح عند المواقع اللي برا من نفس الحساب هذا اللي حقك تشتري منه، سواء بطايق ستور، بطايق العاب، الى اخره. وكل ما الموقع يتطور اكثر واكثر. ممتاز ممتاز. انا الان ايش بسوي انا يا احمد؟ بدخل كل شوي على التغريده في تعليق الموقع. طيب مو مشكله عادي. فبأسحب كل شوي، واذا علق عليكم عاد الله يعين. ابهدي انا شويتين ثم بجي اسحب مره ثانيه، تمام؟ ابروح المطار، بنتظر في المطار. للي ما يدري يا جماعة، احنا كلمنا ابو سويحل تو الان مكالمة جوال، يعني يا اما فيها قناة الذيب يا اما فقرة. كأنك رهينة انت، ما انت بشينة صح؟ السلام عليكم يا مواطن. السلام. كيف حالك؟ هلا خير. عندك كلبشة؟ لا والله. ليش؟ ما عندي والله. طيب عندك فاتح اقفال؟ لا. شلون بخطف هذا؟ وش بشيل الارض هاي؟ امينه هذه. اوكي. منطقة امنة، تمام تمام. كم في عساكر في السيرفر؟ كيف اشوف العساكر على الهوم ولا صارت اختصار ثاني؟ شكلك تتبنت سريع سريع. لا لا، اذا بتبنت بنت على شيء يستاهل. يشوف لنا حاجه ادسم شوي. احمد عادي نكرر؟ اي عادي كرر. كيف؟ ايش في عسكري؟ ليه جاني؟ ليش في شرطيين؟ ايش في ثواني دقيقه. وش هذا؟ لحظه، وش يعني؟ هذا مو بلي صح؟ مستحيل انه لي. الحمد لله. اما عاد تجوني وانا توي داخل، وين والله لو انه ولو انيش. يعني ودي اسوق زي ما ساق ابن الذين المعفنه حسوا بالدباب. والله يا حسوا يسوق سواقه بالدباب، قسما بالله يا حسوا انه يسوق سواقه بالدباب. ايه انا قلت لكم لا تسرق يا ذكي. ليش؟ ما يجي اشعار صح؟ ولا ايش فيها الدوريات قاعدة تقرب صوتها؟ قاعد افكر بحاجة براسي يا عيال، بس فكرت فيها كثير حسيت انها يعني لا 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 من ترى بوقف بأي لحظة يا جماعة، أبى أروح وبأسحب على ناس فايزين. شايفين؟ حطوا رابط تغريدة سي سي بلاي حقتي. أنا وين قلت له بجي؟ مطار المدني صح؟ والله يا عيال والله لا أخربها، ما عندي مشكلة. فريماتي 40 معلق. علق البث؟ لا تكفون. الله يخليك. لا والله والله مو برايق،
والله مره ما ابغى يعلق البث، كل شيء الان له تعليقه البث. الله يخليكم، والله مو مره ما احس اني مستعد يعني. او ماي جاد، استغفر الله العلي العظيم. ثواني ثواني، دو دباباتي اللي شكله حق سباق الكولوناس رجع. البتريت عندي 4000 يا جماعة. لحظة لحظة، البتريت عندي 4000، يعني لو ادعس بالدباب غالبا بيجيكم دروب. بسم الله يا رب ما يجي دروب يا رب. خمسة آلاف والله قاعد يجي ضرب يا ويلي. تكفون يا جماعة تسمعوني، حطوا رقم واحد يا شباب. اوكي ما في تأخير، البث ممتاز يا رب انه ضبط. والله ما فيني صراحة، بسم الله. شكله ضبط صح؟ تبي تسوق دباب يا احمد؟ يا ليه عندي دروب فريم يا عيال؟ امحق يا اللي لزق، يا اللي لزق. والله عندي دروب فريم. كراز كارز جريت. تعالي تعالي تعالي، بيش السالفه هذا الايم؟ والله ما ظنيتي وراي قتل اليوم. تعالوا شباب سكر الملفات الشغالة، مسكرة يا جماعة. ايمي كارثة، ودروب مقرف والله. بيطقك ابو سويحل هو، بس لو ما يخليها اعدام على طول. انا عادي اعدام على طول، اصلا محتوى هو لا يعدمني على طول. شوي خليني استمتع. الزبد ان شخصية مرعي بالطقاق هذا اللي كلنا نعرفه. ماسكي علي؟ اي ماسكي علي. ابو ودي بدباب الصبح ولا سيارة زي الناس، بحيث انه اقدر اطلق فيها واقدر ارمي سي فور، يعني اقدر اطقطق على راحتي. صح ولا مو صح؟ هذا مرعي يا اب مرعي يا جماعة. نبي دباب. وين الجيل؟ جيب ابو سويحان يا اخوان. هو ليه يسجل خروج من اس تي كي؟ وش اس تي كي يا عبد الله؟ ما ادري ايش تقول. ما في درب، الحمد لله يا رب تمم الامور على خير. والله ابدا مو بجوي الصدق، بدي يعلق البث الصراحه. بيضيق صدري مره بيضيق صدري. دباب يا اخواني، عارف في دباب الجهه هذه من المطار من المدينه؟ الجهه هذه من المدينه فيها دباب؟ لا، اما لا وين احصل دبابات؟ ولا سيارة كويسة ولا سولتن ولا أي بطيخ. أبي حاجة تجمل. وين السيارة الكويسة؟ ين افتحوا معرض ولا ما افتحوا معرض؟ العالم تجيب سياراتها من وين؟ الجنوب، الجنوب فيها دباب. اما فاتحين اللي يقول سرقه ما سرقه، لا 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 ما تمشي معي سرقه. والله يا جماعه اليوم اني يا اما اني اخربها مره
وانبسط اني انا ما انبسط الا اذا كان في اكشن قوي او انه بلاها، وان شاء الله اني بخربها بس بدون ما اذي احد. يعني اهم شيء الدروب بس انه يروح، اني قاعد اشوف دروب والله يخوف يا جماعه. ابي دباب يا ويلي الدروب اللي يضغط، يا ساتر يا الدروب اللي يضغط، يا ساتر. تعال 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 هذا صدمني يا عيال، وهذا سوات ولا حشم امي يا عيال. سوات هو مسوي حل بيجيب ناس، والله انه بيجيب ناس معاه، والله انه بيجيب ناس معاه، اقسم بالله انه بيجيب ناس معاه. ايوه غشاشي، والله انه غشاش. اقسم بالله انك ما انت برجال. ليه تجيب السوات؟ انا ما قلت لك انزل لي راس براس. ما جبت السوات. يلا طيب يلا خلاص. ما جبت السوات؟ يمكنهم حق النواف. ما بغط لك جنب القسم يا عيال. جنون البقر. هي وين السيارات؟ وين البوتات؟ لا انتم ما نبغاكم. سيارة يا مسلمين. يرحم امكم سيارة. اسف مود وش القوانين؟ القوانين تابع البث، اصل على محمد وجهز حسابك في ستيشي بلاي اللي بسحب الان. هذاك دباب كذا طارف، هذا الدباب الرهيب، هذا الدباب الرهيب هذا حق الجريات، هذا حق اللي والله بدعت في الدنيا دعت الارض. بسم الله وعلى بركة الله. انا سويت لايك، اكتب كومنت بعد يا شو اسمك، عادي سوي سبام كومنت ما عندك مشكله. في اي لحظه بدخل يا جماعه بسحب على طول والله. احس مصحف ما عنده شغله لنا الصدق، ليه قاعد يفر عندي كذا موترني. بينزل بقاله صح، بيسوي نفسه مجنون. اعرف حركه المجانين. لا والله البنزين ظلمته مسكين. والله اني قايله وما ظلمت، ادري اعرف حركات المجانين، اعرفها. بسم الله على بركة الله. المطار، حدد المطار. خير القاه هناك جاهز صدق ومعاه سوات. والله لو صدق لو بيجي الحاله والله بنجدول. اجدول يصنع لي محتوى شوي. حلقتين، تفصيخ، بقاله، خطف، يعني زحفه بحدود. اعدام اذا شفت الوضع يعني مره خربتها، انا وبعد ما بنعدم وراه 100%، يعني وين بروح؟ ما معي عصابه ولا معي شيء. حافي منكف. بس يعني بسوي اثارة جدل.
واوقف فجاه كذا على طول في نص الشارع، ثم اضغط هذا الزر، ثم اروح عند STC بلاي واسوي تحديث واقول ان الموقع معلق. علقتوه؟ يا رب انه سليم الحين، بسم الله. طيب ناصر سجلوا معي، ناصر بنزل 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 بنزل. حسن ابو داحم عبد الله وفايل، خمسة مبروك، انتوا الخمسة مبروك. تمام، ابى اروح للي بعده بعد شوي. بسم الله، ويلكم شهد. تردي معاي مدرع انا، حلو. يا الله يا رب يا عيالنا موجود الحالة في عساكر. اوه عساكر مكثر، ممتاز ممتاز، دام العساكر مو مكثر معناته ان الامور طيبه. قفل اللمبات. ذبحته وذبحني. تعادل. هو منفجر يعني ما يرجع، لكن انا اروح اتعالج وارجع واخذه من نفس المكان. صح، اروح اتعالج واخذه من نفس المكان. هذا هو ولا مو هو؟ سفن، انا ابي مسعف، انا ابي مسعف، يعني انا مالي دخل، انا مالي دخل، انا مالي دخل. ما يتذكر، ما يعرف اي حاجه يا عيال. لحظه لحظه، يلعن خيره طلع نصاب مع ناس. اللهم لك الحمد اني فجرته، اللهم لك الحمد اني فجرته. لكن انا خاف انه مو هو يا عيال. لحظه، هذا كان لابس وشم. ورب الكعبة ما أجيك يا ابن الذين. لا ماني مكوت، ماني مكوت. إذا هو هذا معناته أني أقدر آخذه ولا يتذكر. بس أنا ما أدري هو هذا أو لا. هو لو أن هذا بيجون العساكر يشيلونه، بس أنه مو بهو. يعني شلون بس المواطن يكون موجود في نفس المكان وقاعد يدور؟ مو معقولة، مو بمنطقي أن هذا المواطن. وبنفس الوقت مو بمنطقي أن هذا أبو سويحل صراحة. ولكن إن كان هو فهو ما يتذكر، وإن ما كان هو فهو يتذكر.
مستحيل بفجر امه يا سطام. يمكن مكلف شخص. يمكن مكلف شخص. لا 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 هذه مهي بالفكرة اللي براسي. ابي مسعف. بالله ما ركزت كيف مت انا. الا 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 يا حظي اللي بقراند اللي ما عمره يضبط. ما عمره حظي بقراند يزين يا عيال. مقفل في وجهي والله في اللعبة هذه ان ازبل حظ ممكن يصير في اللعبة هذه. حظي مستحيل مستحيل يزين مستحيل. كل جهة اروح لها حظي فيها معفن. يا ساتر يا عيال مت من طيحة. يعني ما قد وصلت فيني مرحلة الحظ النعال زي 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 اللعبة دي. يعني ممكن فيفا ارضوني، فورت من تحت الارضية ما انساها الى يومكم هذا، الالعاب الباقية، ولكن بجراند ومع ابو سويحل بالذات. اخ مسعف وينك؟ تعال. ويلكم ركان وعليكم السلام. ليتك خذيت المسعف اللي عند البقالة. اي والله لو اني ما اخذه معي مفروض اني اجيبه. مفروض يكون معي مسعف زي ميرسي زي اوفرواتش نحط بجراند يلحقني وكل ما طحت شلني. دق على ابو سويحل. لا ماني دق عليه الحين. خلاص الحين دخلنا رول بلاي. لو قعدنا نخليها كلها بالجوال اكيد سكورد. ايش الفايده؟ بس اسالك بالله يا ابو سويحل اذا انت قاعد تطالع الكلام اللي انا قاعد اقوله وقاعد تحاول تسوي شيء، اسالك بالله انك ما تسوي يعني ما تخلي اللعب كذا يعني تسبيك. خلنا نستمتع. انت ارتجي وانا برتجي. احمد قال حجم كامل. لا كويسه كويسه. مسعف يا حبيبي. في مسعفين اصلا؟ اي في مسعفين. جا 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 يا ملا الجنة الباردة. أنت مسعف؟ لا والله مو بمسعف. متوجه لك. حلو أرسل رسالة. هذا وش وضعه في العراب؟ ونسحب على 5 ثانين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 5 ثانين على السريع ونقول يا رحمن يا رحيم. اقدر ادخل على اللايكات؟ الظاهر اني ما اقدر ادخل على اللايكات. اي والله ما اقدر. ما في مشكلة. والواحد بيطلع اليمين معلق. طيب مهند العنزي مبروك. انزل 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 وقف. يوسف مبروك. انزل انزل انزل. نجود مبروك. جي ون مبروك. تحديثة اخيرة. كيف نشارك؟ حطوا لهم رابط يا مشرفين. ترى بسحب على تذكرة كأس العالم. مصطفى مبروك. 5 فازوا الى الان. هذولي 10 تمام. وباقي 20 واحد. وباقي تذكرتين لكأس العالم. كلها ان شاء الله بنسويها اليوم. معلق ماني قادر اسوي تسجيل دخول. طيب خلني ارسل لهم. السلام عليكم استاذ سلطان، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الموقع معلق مو قادرين نسوي تسجيل دخول. حبيت بس اخليك على اطلاع. تبون اسحب تذكره واحده حقت كاس العالم الان؟ عبل ما اروح المستشفى يا جماعة. بسيطة مرة. عند تذكرتين، واحدة بسحبها من الناس اللي مسوي حسابات، واحدة بسحبها من ال من ردود على التغريدة. معلق؟ طيب اوكي اوكي بسحبها بالنص عشان الناس المعلقة يمديها تسوي شيء تفاعل. اشكر ام هذا حق البقالة. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. يا مو
مواطن عندي لك ملاحظة يا مواطن. الجمعة اللي قدم او ماي جاد جالس بث والله خليني اخلص بس و جيبه جيبه هذا مين جيبه هذا حي اسأله هو حي ذا يا حول مسقط اشوف وجهه لا ذا مدقق انا اشوف خلنا اقلب روق انت عندك ناس الان عندك ناس اي نعم اللي يصيب على مكتب الله لنا احسنت شوف ربي ابعد وبعدك احسنت كمل طف كود دري ايوه وراك طلع حوالي ارسل لي البلاغ يقولون نوقف ما انت بت بالراديو لا علي قول عندي مواطنين مسقطين جلست انا 7 بطني بطني ورب الكعبه يا الله محمد بطني انا مجنون هذا مو متودين هذا مو المستشفى منين اي لا انا ادري صار انا ادري بس عشان اضيعهم شويه بحاول اضيعهم اللي ما ظنيت انه تفلح يا رب يا رحمن ادع ربك الله يوفقك وين رايح هناك يا استاذي وقف ايش بك تساعد عندي حالة يا عسكري عندي حالة بموت عندي حالة يا عساكر عندي حالة لازم الان اوصل المصاب ايوه بموت بسرعة كل انك ماخذين مو من المطار انا مو ماخذين من المطار طيب انت ماخذني ماخذين من حار الجنوب انت ماخذين اللي خذيته من المطار الثاني هذا طيب يسعد امك وقف تمام 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 خلاص خلاص تك قد شوي علي وقف عشان ما يحطوا عليك سس يا كم يا اخي صاحي انت صندب نلحق وزاره الصحه انا والحق مجرمين وشو يا عسكري مجنون انت وش بك ما تشوفنا لنا ساعه وراك سكران معليش انا دايخ عندي حاله معليش يا عسكري عذر اسمعني والله ما بعرف ايش الكلام هذا راح المستشفى بعد وراك انت تشيل علي وراك انت تشيل علي ايوه مروق ابو سويحل مروق لا مروق معاه السواد جنبه وتسبيق لا والله انه مروق الله يجعلها ما العافيه اليد ذي لا مروق ابو سويحل مروق انا ماني ذنب هذا اللي كان يصير كله لا مالك ذنب مالك ذنب امورك ان شاء الله طيبه انا مجنون انا ما اعرف شيء ايوه حتى انا مجنون على طول نزلني عالجني ها تذكرت ماخذين من الجنوب الجنوب باذن الله تعالى اقرب وردك حصن نفسك الله يقطع انت بلد الله يقطع الله يقطع الدرب يا رب نزلني انا يا حظي الزفت تكفى نزلني يا شيخنا قبل ما توديهم من وين جايبهم دولي هذا جايب من المطار هات يا عساك ترى قاعدين تفترون انا ما سويت شيء اقسم بالله ان الرجال يا عيال ذا ورب المصحف ان الرجال يا اخي انصر دين امك يا شيخ يا عيال ما اقدر اسوي جريه والله شوف عددهم تبون اسوي جريه معاهم
والله ما اقدر اسوي جريه معاهم دقيقه يا مسعف 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 بعد ما اطلع اعالج اللي عندك ابو داحم يا عيال صح ابو داحم ابو داحم خويي ابو داحمي والله نسيت عنه اقسم بالله نسيت عن ابو داحم بس انه دخل السوات شكله هو خلاص وقف بالموقف يا عيال حجر ابو داحم دخل السوات او لا يهربني ها يا مسعف ها عادي اوقف بالمواقف على ما بال تخلصون لا خلاص عادي طلع عالج عادي بس اصبر خل العساكر يطلعون يلا تفضل طيب اوكي هذا سي اي دي ما دخل لا لك عالج اللي عندنا اول بعدين عالج اللي عندك طيب سلمت سلمت لما يصير لك الخير اوكي اوكي الله يطول عمرك دام موجود ممتاز يا زانت 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 الجلسه زانت الجلسه زانت الجلسه ابو داحم يا عيال ماي داني بروس مثلي حلو رول بلاي هو 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 مهربني من جريمه مثبته علي 100% شو اسمك يا صمت. مسعف معك محمد بن عبد الله فهو فاسد مسعف. على خفيف فاسد شوي اسمعني ايش اسمك اي محمد بن عبد الله ونعم الله يا محمد ما عليك زود حضرة الدقاترة عندنا واحد مطلوب فوق ارجو التوجه شكرا هيا ودي هنا وروح اساعد حقكم صح رح هذا حطه في فويس دي وفويس فويس عندنا شرف يما يا عيال ورب المصطفى حطه في سرير وتجي تعال عالج اللي عندنا ويليام جري بس اتوقع انه مكتوب ويليام جري الله يكون في عونه الله يكون في عونه يا عيال ذا منكم اني ودي بالغرفه هناك عشان تكون مقفله الغرفه تمام عساكر قدامك يلا يلا كذا هذا ما بي الله يكون في عونه المسكين ذا يا عيال زل والله انه زل بالمسكين والوصفه طيب عاد ما راح يطول هو عايش عرفت لا توصف يعني يا ابو معاسيف معاسيف اقسم بالله انه معاسيف يا عيال ابو سويح الفهره يا ابغى يعدمني يا ابغى يقصني والله ما خليك تقصني الا وانت معي حلو حلو خلاص ضحت الحين يا جماعه وضحت وش النيه علي وضحت وش النية معلق الموقع أحمد والله يا جماعة إن شاء الله ينفك أن تدخلوا من فترة وفترة الآن إذا راحتك تمر مقري يمبو تأكل كوكاثين دقيقة أوه هذا حق تمر مقري يمبو والمعوذات يعني هذا زلزل هذا زل هذا زل هذا اللي بالغرفة زل 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 والله يا مستر يوسف هو بأكثر مني إني أبغى أعدمه أكثر مني انت مل انت يا دكتور لقيته في المطار اي هذا لقيه في المطار حبيبي حشم حشم والله لقيه في المطار يا عسكر حشم طيب رول بلاي العب رول العب رول بلاي العب رول بلاي يا ابو سويح يا الورع العب رول بلاي امسكه تطلع انت بيطلع عيال تطلع انت الزنج افتح الباب الله يعز بروس الله يعزه آه انا قايل لكم انه الرئيس انت من تحت الارض امرك توين يا عيال ذا وش طعن في المستشفى يعني السالفه كذا ها مخرب حلو ابشر يا مسعف تعال عالجني يا مسعف تعال عالجني يا مسعف طعم بالمستشفى طعم بالمستشفى طعم بالمستشفى صح خلاص انا طعم بالمستشفى ما هي مشكله شفته وانا يا ربي يا عيال المفروض العساكر اللي معاه يقلبون عليه منطقيا يعني لانه مو هو رجع للطغيان صار طاغي يا عيال المهدي جيمنج عطوه باند مهدي جيمنج اللي كاتب مشلاح 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 عطوه باند عطوه باند ولا اعطوه تايم داوت اسبوع اسبوعين يا بوكا عشان ما يسوي سبام يعرف الشيء هذا غلط عنده بنت سكيلتون سكيلتون بنفسجي فعطى تايم اوت بدل طويل اوه السلامة ايش صار؟ اوه لا اله الا الله ودي اشرح الله يعطيك العافية حضرت مسعف انقذت حياتي بس بالله شوفي العساكر طلعوا خلاص تعال تعال بحجرك بالغرفة شوي كم هذا الا والله اطلعوا 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 سود الله وجيهم يا عيال مالي الا ابو داحم يا عيال
يا عيال لا بكلم ابو داحم حلو ابو داحم تكفون ابغى لازم تعويضات لازم نعم يا ولد انفصل بعدين وش يضمني ماكم مشرف ابو سويحل والله طفشتني لا تسوي يا ابو سويحل ما انت فاتح بثي وطالعني الله يخليك لا لا تعال أمنتك بالله هن البث ما تقرب أو تخلينا ألعب رول بلاي دامك تمل عن ألعب رول بلاي طلبت يا عيال كيف كيف أبدق على أبو داحم يا عيال يا عيال أبدق على أبو داحم شلون أنا أنا من الإيميل حد يمدي يساعدني اقدر ادعمهم لا الدنيا مو فوضى يا فيصل بعد ترى صوتك وتسكر بوجهه لا عز الله اعدمك والله العظيم اني خسي اني لكوت اقسم بالله لكوت قاعد ببثي وش ذا السوالف والله العظيم ما يعدمني مسعف كيف اطلع مسعف تعال وراح يدور لو صار لي اي شيء ترك انت لا والله ما عليك ما يجيك شيء لا ما عليك ما يجيك شيء ما يجيك شيء اي دور اي دور يا عيال كان عندي رقمه انت ما سجل ارقامهم والله لو اقدر اوصل لابو داحم واقول له طرف لي تكفى بروس ها يا عيال لو اقدر اوصل له هذي ابسحب على 5 فايزين بسم الله انزل 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 رهب في الجدعاني مبروك احمد علي الهاجري مبروك دحمي مبروك اضواء طلال مبروك سامي مبروك كم واحد سحبنا إلى الآن؟ معلق الموقع حاولوا وأنا في نص الذات خشون يا جماعة وش ودي شافتني أسرق ولا إيش؟ سيارة إسعاف وصدم لا لا سيارة مطافي قصدي يعني اكتشفت اني بالدباب سيء جدا الصراحة والله ليش كذا قاعد اصدم كل شوية يبغى يعد تصليح بس تفرق يا اخي السيارة بطيئة قاعد احس بثقلها بسيارة ما اقدر انقز هم قبل شوية لو تركزون يا عيال سياراتهم كلها مدرعات ذي الكبار فما يجيهم يمسكوني بدباب اذا لا سمح الله صار شيء لا يا مهدي لا تحرجني كذا وخليهم يفكون عنك التايم اوت ساكر فل يا عيال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة كيف حالك حضرة العسكري بخير الحمد لله كيف حالك الحمد لله السوات مداومين يا طويل العمر اليوم ها يوميا ما شاء الله الدوام ايه السوات. يعني ما في ان شاء الله سرقات ولا في شيء ان شاء الله لا ما حد يقدر يسرق تدري لو جاء سرقة بقالة بضغط يمكن يروحون السوات احنا ما نتوجه الان هل السوات يعني عندهم سنايبر وكذا اوه والله اوف طيب ايش رايك ببروس طال عمر بروس ايه الله يطول في عمره يا رب خلي لنا ايه تحب بروس سيري تو تم فار حاليا متوجه ابعد شوي ابعد بالغلط بدنيين فل فكي منه اسأل عن رقم ابو داحم اوه هذه ما تذكرتها بغير السيارة ما في دبابة اربع كفرات يا عيال وش السيارات اللي اقدر اطب فيها من فوق مهي بمخالفة يعني
سيارات اللي لو طبيت فيها من فوق ما تكون مخالفة. اتوقع الجنوب ما في دبابات، خلينا نروح الشمال. دباب بس. اوكي اوكي اوكي، دباب بس معناته اي موتر اربع كفرات بقدر ازبن منه بكل سهولة. السوات ما عندهم هيلي وما عندهم لا اله الا الله وما عندهم دباب، بس في هيلي هنا قاعد تمشط كانها هيلي حربية. ما في صراحة هيلي حربية. شوف هو بيغفي، لو انه صدق مو فاتح بث يا عيال هو بيغفي يعني. لين ما في بنزين يا ابو داحم، لا تقعد تقول لي كلام حلو والله يعطيك العافية، وتقعد تسوي لي 20 دولار كذا وتخليني ضميري يتأنب يا ابن الحلال. خلاص تايم اوت بينفك منك بس شوي يعني. في دباب مهدي هذا مو ابو داحم، لا مهدي. والله يا عيال انه شغلني ابو داحم في نفسي، قاعد مخي قاعد يفكر فيه. معليش يا مهدي، والله مواصل يا مهدي وقاعد احاول اصنع محتوى وراي سوات والدنيا حوسه، فسامحني يا تاج راسي. مع انك مخالف لكن مو مشكله، وما في بنزين يعني، حظي في جميع النواحي والاشكال والالوان اللي تحتاجها موجود عندنا. توي ماخذ السياره وما في بنزين، ليش يعني؟ الله يقطع من السالفه دي. ودين يطبون علي هنا وانا طالق نار، والله العظيم انها كارثه. انا اقول سامحه تونا ما وقعنا العقد. انت شكلك تبغى السيف ينشال منك يا جاسر، تدوره تدورها بس ما انت عارف كيف تفتح الموضوع صح؟ هلا قل لي قل لي جاسر قل لي قل لي وين الدبابات؟ وين الدبابات؟ ابغى دباب. يعني هم اربع سيارات حلو، لو صارت حاله وقدرت انفرد في واحد فيهم. لا صعب، اعوذ بالله. ليش بلغ؟ مرحبا سمي طويل العمر، اسف اعذرني. اوقف اوقف طويل العمر، اوقف العمر. ها مرحبا. هاي مرعي. شيخ كيف حالك؟ شيخ شو اسمه؟ مرعي مرعي اسمعني، انا قايل لك انا وشبيب ان ما راح نخليك الموضوع عندنا. والله نعم ورب المصحف. اسمعني اسمعني بروس طالع بثمان وحدات ما ادري 16 وحده. ايوه 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 شفته 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 شفته. ممتاز. الشيء الثاني الموجه حقتهم 101. تكفى يا رب ان يمديك تدخل. ما اقدر ادخل والله. ايش قاعد يقول؟ طيب ايش قاعد يقول؟ طيب يدور عنك وقال اذا شفته ولا شيء علمني. طيب قال 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 علي بلاغ طلق نار شيء ذبح قتل. قالك قتل وخطف وذبح والله العظيم هذا اللي قال لي. على كيف شلون؟ ما ادري عنه. معك سنايبر. تدخل موجة، حاول تدخل موجة. اسمع احاول ادبر لك سنايبر وبرجع ادق عليك. اسمع اذا لا سمح الله اذا لا سمح الله يعني صارت مشكلة وهج الموضوع وكبرت السالفة حلو، ابيك تتذكر موجة 60.45. ابيت لك شيء الامر. خلاص خلاص احفظها براسي. يلا يلا لا انت يلا يلا هلا. تذكروا يا عيال 60.45. الله يكفينا الشر 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 الخطف الله يكفينا الشر الخطف الله يكفينا الشر. هذاك نزل من الموتر ليه؟ اعوذ بالله. هذول ما كانوا هم الجروب ستريت عيال صح؟ وش فيه ذا كذا وين؟ انا لله
جرب 101 ما اقدر ادخل 101 ماني بعسكري يا عيال بس والله ترى بيفيدني مش لاح ولا بيفيدني احد اهم شيء لا تروحون تنقلون ولا تقولون شيء خلوا اللعب يكون رول بلاي انا والله ما ادري بس اني اتوقع انه في بث صح انه في بث يا عيال مرحبا مرحبا يا ابوي كيف حالك يا بدراتي حياك الله الله يعطيك العافيه من انت يا ابو انا مواطن هنا في المدينه لا بيض الله وجهك بيض الله وجهك لا اقول لك مواطن في المدينه لا تشت شيء موتر ولا حاجه ما تقصر يا عمي انت واضح انك راعي فزعات ورجال ونعم لا انت والله بغيت اي شيء اقول لك ابد تم يا حبيبي والله ما استبعد ذا من مع الشرطه والله ما استبعد اقسم بالله وين جايني كذا فجاه مية واحد عيال ما احد يعطيني موجه نقل كذا او كيس ما له دخل مية واحد اسمعوا صوت صفاتي ايوه يا هذا بروس هذا بروس هذا بروس يما يا عيال السلام عليكم. عليكم السلام، وقف زي الناس يا مواطن. ابو داحم. ابو داحم معك حد ولا لحالك؟ اسمع انا مرعي، بكلمك لحالك تكفى. تعال بكلمك لحالك. اسمع ابو داحم. لا ليش نزلت اسمع مرعي دخلت مرعي ما خير مرعي اسمع صلاة على محمد حسبتك مت يا ابن الحلال لا ما مت ركز اليوم يومي طيب تذكر الاتفاق اللي وعدتك اياه فيا سكر معناك خليك طبيعي استيقاف مروري يا شيخ هلا استيقاف مروري بس مالك بدقلك حرك يا مواطن حرك يا ذي الامه هذا هو يا عيال ها هذا هو حفظ السيارة الاولى ها سيارته الأولى يا عيال سيارته الأولى تمام سيارته الأولى تمام حلو بس واضح إن أبو داحم مو مع السوات مخلي أبو داحم آخر واحد فواضح إن كذا يعني أوكي في رول بلاي ماشي صح إلى الآن دق علي سمعني ابو داحم هلا مرعي طيب حد جنبك ولا تعين حالك في السياره لا الحال طيب. بعت عنه في السياره طيب اسمع صل على محمد عليه الصلاه والسلام طيب تذكر الكلام اللي قلت لك اياه انا مت انا قلت انك مت وسحبت علي لا ورب المصحف اني ما انسى فعلك معي طيب اني لو تروح كل حياتي مستحيل انسى فعلك معي انت رجل راعي جماعه هذا لبي وانا مستحيل انسى وقاعد اشوفك كيف مهملك ومخليك اخر واحد تلحقه ومو معطيك حقك ولا قدرك هذا حاجه انا خالص شفت مجالس يقول حرك ايوه فانا معك تمام انا ابي حاجه واحده بس تمام ابيك قدر المستطاع تطرف لي يمديك تطرف لي اطرفه بس بعد افصل عن السوات انا بجيب لك والله لا اجيب لك بس اطرف افصل عن السوات يمديك بير اطرف عن السوات يعني هل في طريقه ممكن انه يبعد عن السوات يطرف يكون الحاله يعني كذا بطريقه اي اقدر شوف انا اقدر بذي الحاله لكن ان يعني اقول لك ان حاله مصيريه يعني لو طرفت فيه طيب. وزبن او ان عرف يهرب منك خلاص انا راسي وراسك بيطير طيب اصبر خليني افكر شوي طيب لحظه انا
اللي ببالي ايش انا؟ اللي ببالي اني اخذك كمثلا رهينه، حلو؟ هم سجلوا الدخول 100% والسوات موجودين، السوات على اساس انه انت معاهم، انت بتبتك عاليه، فاكيد انك يعني بيكون لك كلمتك وقت يعني سوات. شايف سيارة لون سيارتي انت؟ اما يعني مره مالك كلمه ترى. لا لا لا، انت شفت لون سيارتي؟ أيوة أيوة. حتى سوات ما جاي معهم كسي اي دي محقق بس. يا ليل الزق. طيب يعني حتى لك ما عليك، انت ايش خطتك؟ ايش خطتك؟ انا ابغاه يكون الحاله يا اخي، ما يمشي الحاله يا اخي. وش ذا النظام الزق؟ ما اللعب ما قصدي يعني ما في متعه كذا يا ابوي، يقعد يمشي معي عشرة، خله يمشي الحاله شوي، طرف به يميني ولا يساري يا ابن الحلال، مو طبيعي. طيب يعني يعني انا ما ادري الان وضع الان مستحيل، فانا اقول لك هو الان مستحيل انه يطرف الحاله، ولكن ان وصلت مرحله انه يشك فيك هذه كارثه، هنا صدق كارثه. اي هذه هذه انا اقول لك، انا اقول لك بطرفها في طريقه. اي تدري خليني طيب احاول اسمع. اقلبها في مخي اشوف اشوف فكره انه يتطرف، وانت فكر حلو. اي شوف انت الشيء اللي بتسويه وانا بشوف حركه، تمام؟ انا ممكن اطرفها، انا اقول لك بس حاليا معاه سوات، انا كيف اصرفهم؟ اي وهذه البلاء سوات هذول لازم تصرفون، اذا تصرفوا انا اقدر اطرفها لك، اجيبها لين عندك زي ما قلت لك. طيب السوات يجون على المصايب الكبيره صح؟ لو اسوي مصيبه بالضبط. كبيره لو 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 اسوي مصيبه كبيره السوات يروحون. الرجال الرجال ما خل اللي قطع شرعه يلحقه، ما بالك اذا سويت مصيبه كبيره. اقول لك ذا ذا في هوس العظمه ذا. اي والله وانا صدقني اعرف ذا ما يملع عينه للتراب، وانا اعرف له والله العلي العظيم. طيب اسمع اسمع خلني افكر وجهك ثواني بس، بحفظ رقمك عندي. لا خلاص دق علي. طيب يلا سلام. طيب يا عيال انا ابي اطرف ابو سويح الحلو الان، مفروض انه صدق انه يعني الوضع رول بلاي، ما يتابع بثي ولا يدري انا ايش قاعد اسوي، ونستمتع. حلو حلو. طيب الان عنده السوات احمد ما يفرقه معاه اذا امسك في النهايه، فابغى اسوي اشياء استمتع فيها. طيب انا كيف بستمتع؟ بستمتع بطلق النار، بس اني اطلق نار وفي سوات انا حرفيا قاعد اضيع وقتي، يعني قاعد اقول يلا بموت. هذا الشيء باختصار، لو سويت حركه اني سويت جريه خليت السوات يدخلون، تمام؟ سويت مصيبه خليت السوات يدخلون، وخليت ابو داحم بطريقه ما وقت المداهمه هذه يغدر في مين؟ يغدر في بروس. لكن كذا لو انطرح ابو داحم او جاب العيد كانت ابن، فهذه خطيره، هذه خطيره. اللي اعرفه اني انا مستحيل اوقف، لو وقفت وقال لي فك الماسك خلاص خلاص، لو وقفت وقال لي فك الماسك. جماعه الموقع باقي معلق. خلى ابو داحم يدخل موجة بروس 101 يا عيال، وش 101؟ ما في موجة 101. باي طريقة ممكنة؟ انا جبتكم هنا، بعدتكم عن الكل، ما لبستكم السوات الرسمي، شلت البودي كام، شلت كل شيء. ما عندي مشكلة حتى لو تواصل مع طلق النار، حنا اوكي بنقول نبغاك حي انت عسكري، تجاهل هذا الشيء، تجاهلوا كلامي كامل، كلامي ما ابغى احد يسمعه ابدا. انا لما اقول ما نبغى تذبحه، انا ابغاك تذبحه، ابغاك تخلص الموضوع. ما اخترتكم انتم الا ان دائما تخلصوا الموضوع، كلكم بتحصلون على جوائزكم، كلكم بتحصلون على الشيء اللي تبغونه. وترقيات تجيكم ترقيات، والله انت تجيكم ترقيات، فكر باشياء اخرى تجيك اشياء اخرى، ومسؤوليات تجيك مسؤوليات. ابغى اسجل صوته، ابغى اسجل صوته. اللي بي منكم الحين ركزون، الفرقة الاولى جاهزة، الفرقة الثانية جاهزة، سنايبر انت على طريق يا وحش، رحيمين ابعد بعيد، ابعد بعيد، واذا جاتك الفرصة رصة ثقلة. قال بشير معاك زعتر؟ بشير؟ لا العموم بشير 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 انت موجود؟ ها تكفي بشير، انا مرعي وينك يا زي واحد البيم. الله ابوك، تعال 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 ورا، تعال ورا تعال ورا، تعال بسرعه تعال بشير يسعد امه بشير.
يا سلام حلوة ذي. وين بشير؟ بالصال ارحب ثم ترحب ثم ترحب انت واللي معك. تفضل ولد. ولد هذول تبعك. هذول تبعك. هلا هلا حبيبي. هلا هلا حياك الله. انت ورجال ايش فيك انك نسيت؟ هذا ولد اختي. معك معك مرعي. مرعي بن تازي خويك. صار خوينا ذا. مرعي بن تازي خويك. كنيش؟ مرعي بن تازي عرفتني؟ مرعي؟ اي مرعي. الله يذكرك بالخير. اخر قضية لي معك عرفتك. عرفت انت اللي بالدبابة الطارة. يا ولد ايش فيك نسيت؟ مرعي يا عمري. انت اللي بالدبابة الطارة. ايوه ايوه تسمعني. ايوه اسمعك. طيب صل على محمد. اللهم صل وسلم. تبغى دبابه بشكلك يا الله. لا شوفني قاعد احاول اقلدك بالدبابه الان. اللي معك ذول ايش وضعهم الان؟ انتوا ساطين ولا ما انتوا ساطين؟ والله ابشر بنا. طيب صل على محمد. اللهم صل. انا مقبل على منصب في الوزاره يمكن يكون اعلى منصب ممكن في حياتي يعني. يا ولد بطل ذا الشرطه الله يشغلها. ما عندي مشكله لكن علي دين لازم اسدده. صل على محمد. في واحد ما بقول اسمه ابو فلان. اسلام ابو فلان ذا اطلق اطلق عليه. صب اطلق عليه. يلعن ببليسك. يا الله يا الله والله اني غلط ورد القعر قلب. معليش معليش يما والله والله معليش. ما تدرون وجاه ما تدروني والله ما تدرون ايش جاني. انا عايش في الدنيا ذي برعب يا جماعه. انا عايش برعب. اسمع يا بشير. بشير هذا اخر عرض من عليك انت وربعك. والله اللي تبيه انه تم لكم. حلو. ابغى بس حاجه واحده. ممكن اليوم تهج معي؟ اذا هجت معي ابيك تجمع السكرتي اللي تقدر عليهم وتدخل موجه 60.45. بس انا اقول لك احتمال اذا صار شيء. انا ما ادري لكن اعرف اني انا الان اسمع طلق النار. العنب وطلق النار. والله شيء غشنا غشنا يا عيال. عندكم لا ما بيدكم سوات يا مجنون. تعال والله الجروف سيتي طقون. لا لا طب اسمع. تبغى دبابي افضل من الدباب الزفت اللي معك. عطني عطني بس ورد يكون في يود في طلق نار وعلم واحنا جالسين كذا في النص. هاي هو ايش بك والله احس اني قامط شوي. اي انتوا طيب تشجعون. انا بعد انا لو مسكت. طيب اسمع هذا تالن باوند. تالن باوند هنا ورا. طيب لا تنسى 60.45. يلا تم تم تم. اسمع طلق نار عيال. اسمع طلق نار اللي هنا. طلق نار هنا مرعب مره. اسمع طلق النار. بس العموم اركب. العموم اركب سيارة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايوه ايوه رجعت العصابات. حلو هذا. انا ما يدخل ما يدخل ما يدخل. حاليا هذا جبن. هذا اللي مسوات. طيب معناته اوكي 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 يا عيال. والله يمديني اجمع لي عدد يا عيال. احد يعرف حاس الجنون في طلق نار كثير. حاله اضرع مقاطعه. يوجد حاله قائمه بين عصابه وعسكر. الموجة هذه اللي معطينا اياها وقعت موجة العساكر. اوكي 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 اوكي. طيب طيب علي ما عندنا علم. طيب بديت اجمع معلومات. خليكم بعيد عنهم. خليكم جاهزين الان. بروس قاعد يجهز الان. اللي عارفه انهم خلاص. انا علي طلق نار. لو عرفوا ان انا حد دخلنا في الحالة ما احتاج اصابات. احتاج قتل. تنفور علم وين اكثر. لازم اكل يا عيال. صح يا ويلي. تكفى اكل تكفى اكل. اكل وشرب. كانت 7 تشيك راديو السايتمز بروك. من 7 تاكد ان الموجه رقم 1 وش الحاله اللي قدامنا بشكل سريع الان. احتاج اكل تنفار. احتاج اكل احتاج اكل احتاج اكل يا عيال. احتاج اكل. ابغى اكل ابغى اكل. حالة اكثر مسقط عسكري وطلق نار في الجنوب. ابغى اكل ابغى اكل ابغى اكل. من جهه البقاله تاكد. في حالتين تاكد من جهه البقاله. يا الغالي معك اكل تكفى. تم اكل اكل تكفى اكل. المهم كتوع السداد. انت عسكري؟ دقيقة. لا لا. المشروب ذا بس. الله يعطيك العافية. ما معك اكل طيب؟ لا والله. تبي باندج؟ والله يا ليت. يا اشواق. اشواق. يا استاذ. تعال تعال قدام تعال قدام. يا استاذ تبي تباب ولا لا؟ والله انه عسكري يا عيال. ابغى اكل ابغى اكل. ترى ذولي عساكر اللي ورانا انتبه. عسكري عسكري متنكر. ما عليك. تعال تعال يا اشواق. تعال 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 وراي. هذا شكلك انت بعد عسكري يا ولد. السالفه احتاج اكل يا جماعه. كذا بموت. ابو دحم هل تاكدت من الحاله؟ يا
يا استاذ معليش ناديتك كذا يعني باسم بنت تمويه فهمت؟ لا لا عادي فج راسي خلاص. ايه تمويه لا تمويه تمويه عشان لا يكفشونك خلاص بس بس ابغى اكل تعال عطني. استاذ العدل الموجه دقيقه من حراري شوف تكت من حالك الحال استنفار حاله 106 حاليا عددهم مكتمل سرقه منزل خذ يا استاذ عطني عطني طبعا اجحدها ابغى زياده زياده شرب تبي زياده؟ ايه اي خذها شرب معك؟ هل بحثت عن الشخص اللي بحث عنه؟ دقيقه والله ما بحثت تاخذ صحن اندومي تفضل بيض الله وجهك تنفضل يا جدي معلمك تلبس يا ولد انت يا هي مجرد شخص عادي اي ميت ابغى شرب يا جماعه ابغى شرب علم جبتك معي عشان اطلع معلومات انا ما احتاج للجواب عند بي اخي طلع من تحت الارض يا ابو داحم انا ما جبتك هنا عشان تكون ما منك فايده يا ابو داحم جايبك معك عشان تبحث تعال خوي معك شرب مي اعطي اعطي تنفضل اعطوا الرجال سنعوا سنعوا الرجال بيض الله وجهك خذ خذ بس مو مادي شغلك الاساسي ادري ايش وضعك انت بس خذ احسك طيب والله لا انت بس حبه باندج شوف يعني جرب البحث من جديد ما عليك اعتذر طيب احسك بعد تحتاج عده تصليح لا تنطرح بس هي. بس خلاص ما تحتاج عندك برشوت لو ما عندك بس برشوت على التروس كلها عندي يا خذ يا ابوي خذ هذا غليون بس 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 ابغى ابغى اركب ابغى اركب اخر شوف انزل الرجال الدباب اركب اركب حطيتك يلا بالتوفيق بس الشرب يا شباب يعني ما يا ابو داحم روح جيب لي اكل وتعال روح اشتر اشتر تم فور حاليا عندي اكل لا والله ابو داحم مسخره شكله عندهم يا عيال لا روح جيب لي وتعال ما ابغى اكل من اللي عندك بالبارد روح برجر شوت ولا روح الناي مطعم جيب لي للشباب وتعال يا اخي كيف تم فور متوجه حاليا يلا يلا ايه يا جلال ابو داحم كارها كارها مو بمزح السالفة تدري تعال لقيت معك تعال تعال ارجع ديفيد 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 وين رايح كم فار؟ ابو داحم دق علي ادعي لكم حاليا مرحبا انا بالموجة حقتك ادخلها وحدد لي مكان عشان اجيك بعطيك كذا شغلة ثواني طيب ثواني اسمع تعالي بقالة الاعلام انا بموجة انا موجة العساكر الان قاعد اسمعهم اغلب العساكر اتوقع مسقطين فهذا الوقت مناسب اني اعطيك الاغراض تعالي الاعلام 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 قصدك عند نفس مركز الشرطه البقاله اللي 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 عند الاعلام عرفتها اي عرفت عرفتها بجيك تعالي هناك يا ابو داحم موقعك هناك راح جبك ما وش تجيب انت اخلص ارجع ماني بشيء فار خلفكم حاليا اي ما راح اتكلم ما راح اتكلم امي افهم ما تركم اجمع عندنا قصه بنزين كل ما بدا انا عليك انا خوفتني الله يلعن بيسك انت معهم ولا ايش وضعك انت لا ماني معهم امسك السياره وامسر معهم انت خليني بسبر الدبابة اجل ذهينا ها خلا خلا معي انا بروح ازبنا لا لا خلا 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 عشان اذا جيت اخذ هم ما يجي من حقولي بالدباب خلي بزبنا بزبنا ثواني خلي زبنا ثواني 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 حلو دي حلو اركب 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 السيارة هات مفتاح يضوء وجهك والله العظيم انزل 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 اعطيك اغراض تخيل لك خلني افتش كالصدق اي عادي عادي انت عادي فتشني يا سلام يا سلام ابو داحم 03 الله وينك طولت وينك وش ذا الدخيل لا 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 تسمع 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 صار خلفك حاليا خلفك يلا يا لوح لا تتاخر اسمع اسمع اخلص احسنت يا زكريا احسنت لازم اسحب شيء ليش ليش ما ادري وش اسحب لا لا خل 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 لا 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 تسحب تسحب مره مره كافي انا باقي الرصاص اعطيك الرصاص اه اسحب الهيفي بيستل الهيفي بيستل الهيفي بيستل يلا هذا الرايفل هذا الشوتجن اصبر لا خلنا نشيل الشوتجن خلنا نعطيك السنايبر ديك اي بس كفى 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 اصبر خلاص كذا بالضبط يا سلام يا سلام عليك
انا عندي ثلاثة دروع بعطيك بس خلاص اوريدي خلاص كفت كفت مو جايب المؤشرات هذا هيفي ما ينفع خلاص كفي ذي اللي معي انا ما ابغى اعوز بزياده على اللزوم خفين ينطر الله موفق الله ليينك ملابس غير ملابسي والحقهم يا عيال عيال غير ملابسي والحقهم ها يا عيال شفت سيارتين تدخل فقط حلوة هذي حلوة يا عيال حلوة يا رب انه ما يطالع البث يا رب يا رب يا حبيبي رول بلي شيك على الدباب القدام شيك عليه شيك على اليمين شيك عليه شنفار لابس ابيض هي اسمع تعال 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 كم ملابسهم يا عيال زعولي بملابسهم يا جماعة زعولي بملابسهم تكفون أبو داحم مو بجوالي ذا 02 تعال شيك على اللي قدام البنز الجديدة مرحبا انفار بسرعة بسرعة أبو داحم مرعي أقسم بالله لذبح والله لا 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 انا انا قاعد اسوي خطه بتلاقينا الان انا قاعد الان بسيارة عسكريه حلو وقاعد جايبني شغاله عندهم لا 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 انا داري اصبر شوي اصبر شوي بديني فرصه بعد شوي بديني اموري تكفى تكفى اقسم بالله انه وصلت عندي 1000 والله العظيم لا 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 ما لي ما لي ما لي ما لي يا عيال عيال ابغى ملابس سوات يا عيال تكفون ابو داحم انا قدام قسم السيدي حقكم تعال نبغى ناخذ فرع. مرحبا حاليا الدوج البيضاء خلفكم. تكفون اي احد بالسير ضايف زعلي بملابسه. تعال اكتب لي بابي. اي والله قاعدين. زكس. زقتنا. ما حد يجيب لي ملابسهم يا جماعه. 49 يا رب انك صادق يا رب. هذا عرض زياده يا اخي. عموما انزل من السيارة إذا احتجتوا شيء من الكافي ولا شيء كلموا أبو داحم الله قاعد يتهجروا لي أرقام السوال يقولون لا يقولون يبدون والله ما حد يقدر يجيب لي ملابس بهبد 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 انت حاط ميك اب بخفي وجهي يسعد أم هذا أرسل لي أرسل لي ابن الشريف يا عبد العزيز والله أنك رجل
الماسك هبده. اندرشيت 49. حلو 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 حلو، بس باقي لي الماسك. الماسك وشو يا عيال؟ هذا اي والله هذا، بس انا وجهي في روج. لازم اشوف لي ماسك مقارب يعني شوي. امحاق وجهي في روج. وجهي في روج، وجهي في روج، وجهي في روج، وجهي في روج. يا احمد ليه تحط بوجهك روج يا حمار؟ وش ذا بعد؟ علق البث. علق. اقسم بالله لا اروح كذا واقدح عليهم. البس ماسك بس. يقطع. ادري 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 ادري. الله يقطع ام الحظ. روح على السيارة بشكل سريع. جاك من موقع صحيح؟ متوجه نحاس مباشرة. توجه توجه توجه. متوجه مسرق. داري داري داري. اصبر اصبر. ادري انه معلق يا ادري. يا رب العباد. 3000 البتريت يا اصبر، ما اقدر اتحرك، المكان بيفصل علي. يا ربي البتريت، يا ربي يا ربي. ابو داحم ارتوه. تعال تعال. صار. عيال تسمعون حط ربي اثنين. توجهك من المعنى يا ابو داحم؟ تعال تعال قرب قرب. 06 توجه لك حاليا. ضبط. ان شاء الله ضبط. طيب ما عليه. عبودي 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 وشو عبودي؟ وقف يا مواطن، وقف 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 يا مواطن.
عيال بلغ يا عيال، يا عيال بلغ يا عيال. اسمع صوته يا اخي. برفع من الموجه بس خل الموجه اللي اعطاني اياها تتحرك. اطلب انتباه احمد، قفلوا كل المواقف الحمراء لان ادخل الموجه اتاكد. من المواقف الحمراء سمعتوه؟ لحظة أنا أبغى أتأكد دباب يا عيال في نفس مكانه عشان إذا هدت معاي. وين قيد له؟ وين مبنى الإعلام؟ الإعلام وينه؟ هذا هو. يب موجود هذا. عشان إذا هدت أخذ دبابي على طول. وزبن فيه. أبدخل معاهم مبنى الأحمر بس هو نفسي مجنون، عرفتوا؟ محسين معهم ما يطلع بالجي بي اس لانه نازل من السياره. انا قاعد امشط المنطقه، مشط المنطقه من ورا. باجك العسكري. سم؟ باجك العسكري. باجي العسكري يا ايش قلت بيك اطلع باجي في الصوات؟ عليك بروس، هل تم طلب وحده دعم؟ بروس هل تم طلب وحده دعم؟ غير صحيح. تم فور يوجد مركبة حالية. عندك هشام؟ دخل هشام. تم فور. مرحبا يا عسكري، معك هشام. حياك الله، تفضل. ايش احس اني ماني مرتاح في المكان هذا يا عيال؟ يا عيال احس اني ماني مرتاح في المكان هذا، اقسم بالله الله العظيم اني ما احس اني مرتاح في المكان. والله تعال يا اللي بالسيارة اللي دخلت، تعال. هشام الاصفر يا الله يا جد، وش والله ودي اطلع، احس انه ودي اطلع، الله احس ودي اطلع. الهدف خرج الموقع. صحيح الحق 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 الشخص، الحق الشخص يا الله. الظهر مباشر ما تنون الظهر، استيقاف اجباري على الشخص بوت. غير صحيح، ما ادري هو هشام، قال لكم هشام اللي دخله قال لك شيء؟ انتو لكن نفس مواصفات مركبة المدرب هشام عبد الله. هلا هلا يا ابوي. يا ولد سم هلا بروس. على موقعكم. مرحبا يا بروس. ارحب. هلا. لبس عندك نعم. لابس لبس خاص بالمدرب. جاني بلاغ ان تحتاجون اجيكم، وقال لي نزل الدريشة بالله. ابشر. ليش وش صاير عندكم؟ والله يا ولد قاعدين نبحثنا على واحد. ايه ولد ايش بك انت؟ اسلم؟ لا تسكروا الشارع، فك الدريشة يا ولد. ايش فكرة؟ افكوكة كيف مفكوكة؟ صاير فك الدريشة. سم اشهد. كنت سبب الاتحاد عادي ان معلقة الحال على الشخص. انزل خلنا يلا تعال الباب الثاني. انزل الباب الثاني. يا شيخ ايش صاحب؟ خليني اعدل وقفة الموتر ثواني. الحق الشخص. حاليا الشخص متجه لبرجر شوت. لكم رؤية صحيح؟ لكم رؤية؟
لي الرؤية جدا بعيدة. موقع وين؟ ضرب ضرب حاليا اتجاه الحواري الشمالية. لا يضيع. هذا هو. حاليا ساعدتك المركبات متشابهة، ممكن اني قاعد اطاري صديقي حاليا. حضرتك عند اقتراح حالي. انتو ما عندي اي راي عليه. فقدت الراي عليه، اجمع. عموم اجمع عندي بشكل سريع. انفار. الله يرحم والديك يا جد. كراتنا متشابهة، كيف الحق واحد؟ يا راعي الدمن، حل ترى لي. افتح طريق مع صاحب الدمن. معك. والله العب الرجلي، اقسم بالله العب. توجه موقف حمرا، توجه. يا قلبي قاعد ينبض بسرعة، اقسم بالله. يا قلبي قاعد ينبض. حاليا الهدف مع درانجو باللون الاسود نفس موترنا بالضبط. الفرق انه فيه صدمات من قدام فقط لا غير. تدرون وش المشكلة؟ ان الكلب قاعد يمشي وراي مسوي نفسه غبي، عرفت؟ هو حاط صدمات والحين بيزدم. الأغلى أهمية سؤال تدخلت الموقع حاليا. علم تجاهل، انا خلف الشخص مباشرة. الموقف حرم جاله حاليا قدام. حاليا سالت بروس، هو نفس الشخص المطلوب؟ غير معلوم، شخص ماخذ دورية وما قاعد يعرف عن نفسه. أغار ما زلت خلفه؟ نخرج من برجر شوت الآن. أمام برجر شوت. أغار شخص حوالي شمالية، هذا يسار حاليا بطلع من جهة الميناء. ارتفع مو حوالي شمالية، ايه تمديت حوالي شرقية، عفوا غربية. أمام قسم سبوتشي. الله يقطع الإعلام وينه. ما زال مستكمل، راجع المواقف الحمراء. عند الشاشة راح نباشر اطلاق النار. هول انفار. انا المركبة مع الشخص مع كفرات حاليا. غير سريع الم... خط الرؤية. انفار الشخص حاليا امامي. الصدامات طويلة صحيح؟ انفار مقايق. شخص حاليا المحطة الإعلام في القسم. وراح يركب دباب. انفار يجي دباب حاليا. نزل الشخص راح يروح. ليروي خلي خلف الدباب. انفار خلف حاليا. خلف فرسي ابعد. انفار جدو انت بخير، ليش نطيت؟ روح وراه. الله يلعن ابليس. لكم رؤية، تكفون لكم رؤية. انفار جدا بعيدة. ليد عند ابو داحم، هو اقرب شخص له. انفار ابو داحم لا يروح، لو راح راحت اصبت معه. حاليا الدباب يدخل المناطق ضيقة، ما عندي مقدرة. يا عمري ابو داحم الشريف مالي دخل فيه. وين راح على الفي واي؟ بلاغي مر لابو داحم. تنفار مركبته جدا سريع، كذلك دخل منطقة ضيقة ما بإمكانية. موجود عندي عند الله يقطع من حظي. تنفار السوق الصيني. تنفار شخص خارج حاليا من الباصات باتجاه القسم السابق. تنفار لي راي عليه، راي جدا بعيدة، ما زال مستكمل قدامك. يا اطلع وراه، اطلع وراه.
يبدو اللي معك كويسه انظر قوم وفضل حباشر معك طلق النار لحظه لا لا الحيط الحذر يوجد ايرشيب بالامام يوجد ايرشيب علم تقفل الحيط الحذر Let's go امات بدت صوت تفجير هو صدر منكم صحيح حاليا نحتاج نصلح من وراي تم بحرجع اصلح هدف موقعك ما معهم هيلي ما معهم هيلي ما معهم هيلي صح؟ طيب ما معهم هيلي احمد احمد ما معهم هيلي انا خاف اطيح بس يا عيال انا ما ابغى اسوق اخاف اطيح اقسم بالله اني اخاف اطيح لو طحت بمسك انتوا حاليا شفت اتجاه الشرق انتوا نزل على الهايوي حاليا الله يشغلك في نفسك يا شيخ كيف يشوفني البحث يا عيال البحث هذا هو اللي كمان هذا هو البحث هايوي يلعن ابليس معاه سياره مو بالعسكريه علم الطريق الاولى انت خلفه شيخ اخذ طريق فرعي الان خير يا عيال طلع بحث والله انه صادق بحث اقسم بالله اني قلت نازل شيخ سرجم على سي فور كذلك فجرني سي فور حاليا سي فور لكم رؤية عليه تنفور تنفور مازال مستكمل حاليا باتجاه ساندي المسار الصحيح اليوم محاذاة السجن المركزي تكفى تكفى طلق نار يروح منكم يا جماعة تكفى تنفور شخص امامي كذلك راح اخذ مسافة شخص يحمل سي فور حاليا تنفور شخص ارهاب ممتاز ممتاز راح جاز جاز وطلق نار جاز وطلق نار ما نحتاج فجر امام المواطنين او بصر من المواطنين اول ما يروح منطقه خاليه ما حول احد راح مباشر اطلاق النار مباشر فور حاليا الشخص يطلق علي فور مركبتي تعطلت ابو داحم يبلغ علي الحمار يا عيال سمعوني حليب تنفور طيب ما زال الشخص مستكمل كرس سمعوني تنفور 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 اخذ رؤية كان محاذاة الهايوي عند الجبال ما عندي رؤية حمشط بعدين كان هنا عند جهة سكة القطار محلات الطريق هو راح توجه المشط مالحاء فور هنا راح صلح مركبتي حاليا بلغ العموم الاحداث العموم يتوجه ليمون لاب ليمون لاب العموم يتوجه تكفير البخارج ايضا المداخل ما احتاج اي شخص يدخل اي شخص يطلع انفور علم في عسكري
شباب شو السيارة؟ الظاهر حاليا انا امام المدخل. انت راي اي شخص؟ الظاهر العين عموما توخلها ما يعد تروس عموما توخل الحذر ما يعد تروس حاليا فرقة فيها قنابل. هل توجد لا هل توجد وحدة لديها خبرة قنابل؟ تم فور فرقة واحد تم فور توخل الحذر حاليا تحتاج القفل. بسم الله لحظة معليش الوضع فيه تعليق الان انا عندي حركة بسويها ما ابغى اتاكد بس الله الله لا يوفق اي واحد يستلم سنايبر الله لا يوفقه علي طلق نار ثواني طيب انا ما معي عدة غوص صح انا ما معي عدة غوص لا 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 اطلع من الموجة في حد يسمعني تسمعني في حد يا عيال الو أنا ذبحت كم يا عيال؟ قبل شي في السيارة السرية اثنين صح؟ أنا بلد الصلات ألو؟ ما اسمه؟ ألو؟ الله يبوك يا الله اذبح في واحد مات مو قاعد اسمع يا عيال مو قاعد اسمع العلم بلاك العلم بالدروب هي اقسم بالله في سحر اقسم بالله في سحر وش ذا في سحر يا عيال في سحر الدنيا مسحورة اربع يدك استسلم استسلم اربع يدك ارفع اربع يدك ارفع يدك يا ماطن ارفع ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع ارفع اسمعوني اسمعوني ارفع يدك ارفع يدك يا ماطن ولدك اسمعني كليب ها؟ أعطوني كليب هذه يلعن أمها مقواها في ناس دي قاعد ترجع يا عيال
رب ما يجيني هد يا 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 رب ما يجيني هد ليتس جو يا رب انه شغال يا رب انه شغال يا رب يا رحمن يا كريم وين الباب انا ميت انا ميت انا ميت انا ميت عيال هذا لو العيال لو اطلع من ذا المكان حي ورب العز انه مقطع يوتيوب يا رب يا رب انها تكمل 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 يا رحمنها تكمل يا رب انها تكمل يا رب انها تكمل يا رب انها ولو جايز بشير بشير ريسيرش اند لاب ريسيرش اند لاب تكفى يا بشير هذا ايش ريسيرش اند لاب اول مختبر اجيك موتر ولا انا بطب اجيك الطيارة طيب امشي امشي بس اجيك اندلاب بسرعة اجيك اندلاب اجيك اندلاب اجيك اندلاب اجيك بارشب ما اشوف شيت السحر الحين سؤال يا اللي سجل دخوله في الموضة سجل خروجك الله يهينك توجه الموضة كم واحد متغرق يعني يتحلل متغرق يعني يتحلل والله سحر اقسم بالله سحر يا عيال والله انسحرت يا جماعه يا عيال ايش سويت انا يا عيال ايش سويت انا والله صملت فيهم اقسم بالله سحر يا عيال
والله سحر، والله حرام، اقسم بالله ما امسك، ورب المصحف ما امسك، والله العظيم ما امسك، اقسم بالله ما امسك، اقسم بالله ما امسك، ورب العزة يا انه مقطع يوتيوب يا جماعة. والله يا عيال اني سهرت، ما اقدر اسوي ريفايف، ما عندي ادمة. يا عيال ايش ذا، ورب العزة يا انه كم مقطع يوتيوب. تدرون ليش ماني قاعد اموت يا جماعة تو يوم يخلطوني؟ اني لابس عدة غوص، هو جلتش، بس انا والله ما ادري انه صراحة بتفايت، استغفر الله. يا عيال، يا عيال، يا عيال، يا عيال، قدرت مياه. يا القهر، ما عليه ما عليه، فدا 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 فدا. فدا 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 فدا. والله ما يمسكوني لو يموتون، اقسم بالله لو يصير اللي يصير. بشير. اساس انت تدري لي. حلال، سريع سريع، هدي هدي، ابغى لي
بكير البكير اصبر مركز في السواقه البكير امي قالت جيب صامولي معاك بجلال الله ان اللي قاعد يصير مستحيل لا تقعد الا يا ربي لك الحمد كمل المقطع يا عيال يا عيال كمل المقطع اللهم لك الحمد يا رب الان بالمرجله يا بشير اه يا حسو يا ابن الشريف اقسم بالله انك ابن شريف اه يا حسو يا الرجال كيف دخل علي ايه واخر شي قال انه كان عند المواقف اخر شي قال يا عيال انه كان بالمواقف مستحيل يا حسو مستحيل يا حسو مستحيل يا حسو مستحيل يا حسو والله مستحيل مرة فطس خال بشيرة مستحيل اللي سويته مستحيل لا 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 مستحيل والله مستحيل يا رب يا عيال جابني من تحت الأرض انتوا مستوعبين ايش سواه يا عيال دخل تحت الأرض طلعني اقسم بالله بروس مات ايش دراكم ان بروس مات يا عيال ابو سويح الغرق ترى ابو سويح المات بروس مات ايش دراكم يا عيال هو يبث لا لا لازم استوعب انا اللي صار انا 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 ماني مستوعب اللي قاعد يصير افسخ عدة غوصي الان بسرعه اكبر اسمع خلك في الراديو يلا انا بفسخ بفسخ لبسه كامل بس دقيقه بفسخ لبسه كامل بسرعة صوت عساكر تحت يرحم أمك تكفى تكفى بسرعة ما أشوف ترى ما أشوف ما أشوف يا عيال يا حظي يا حظي احمد لا احمد حظك كويس حظك كويس احمد حظك كويس احمد حظك كويس يا عيال لو اطلع من هذه كل شيء تمام بفرح فرحه بفرح فرحه والله بفرح فرحه يا جماعه ما اقدر اغير ملابسي ما اقدر افسخ يا عيال ما اقدر افسخ عيال يا عيال بفرح فرحه اطرحني ولا اسحبني انا تحت الارض مسحور تعبت اسحبني لا اله الا الله اسمع خليش بيعالجونك اذا ذا اطلع لي السطح فوق السطح فوق اقسم بالله الفايت اللي صار يا عيال مو طبيعي على كثر ما كنت مسحور فيه اقسم بالله انه مو طبيعي قاعد اتذكر السيفرات اللي قاعد ارميها يا ويلي يا عيال بطلع 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 المستشفى بطلع المستشفى لا مش هنا بطلع بس المستشفى يا رب الو وينك بشير وينك سطح 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 سريع يا ابن الرجال اللعنة ابو حي مرجلتك يا ابن الرجال يا ابن الرجال اطلع اطلع طير 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 بسرعه خليه يركب بسرعه 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 يا ابن الرجال
بشير على السلامه يا بشير. ما عمري فرحت انت وانت واللي معاك ذا، ما عمري فرحت في حياتي مثل فرحتي يوم شفتكم قبل شوي. والله انكم ادخلتوا السرور على قلبي، وانكم صنعتوا يومي، وانكم صنعتوا محتواي. الله يصنع محتواكم. يا اخي انتوا انقذتموني. انتوا تحسبون الموضوع بسيط؟ الموضوع مو بسيط، الموضوع مو بسيط. اول شيء اغير ملابسي وانزل اغراض اللي معي واعرف ايش صاير، لان انا الان عندي اشياء كثير ابي اعرفها. انتوا دخلتوا علمني دلعك حوت جاب بشير انقذك من بطن الحوت. يا بشير يا الغواص، يا السواق، يا ابن الرجال. نزلني ابو سويح الطبيب ياخذك وغرق. بكمروا البي، ها اللي باقي مقهور، بكمروا البي. تمام المره. الغنية في البث ابن الذين. استاذ كيف الطقم؟ دقيقة. والله يا اني نكبت واجد، سلاحي انكسر يا عيال. اي النكبة يا عيال والله اني نكبت واجد يا جماعة، اقسم بالله. البث هذا ما ادري كيف والله ربي وفقني. دق جوالي والله خلاص اتكره الاتصالات، صرت اكره الاتصالات، اساسا شائم. من ذا رقمه؟ مرحبا، من؟ مرعي ابو داحم. ايش صاير؟ ايش السالفة؟ عادي اسالك سؤال. ايوه. انت شارب شيء؟ فيك شيء؟ ليه؟ الآن أقسم بالله العظيم، ها أنا أحلف لك والله العظيم، لو بروس شافك ما راح يزنك، والله ما راح يرد إلا رقبتك. إيه هو من أول؟ لا أول أتوقع كان يبي يزنك، كان يبي شيء، بس الحين والله العظيم ها إنه ما بيدور لغير رقبتك. كم عسكري مات؟ والله ما يبي لغير رقبتك. كم عسكري مات؟ كان عندك بروس، إيش ما خدته؟ أنت صادق؟ ما خدته، ما بقى له هو. على كيف؟ أنا انسحب. بقى له المالي، المكان كله عساكر مليانين، فل عساكر. عساكر كلهم أمنين، عساكر. الآن. وينك؟ أبي أقابلك. طيب دقيقة. الآن أنا أبغى أعرف الآن عشان أفهم. بروس يتذكر اللي صار؟ إيه. للأسف. طيب من العساكر مو أسقطوا، كم بقى عسكري حي؟ قريبا اللي بقى تقريبا شخصين، آخر اثنين سجلوا دخولهم. قوات السوات هذول اللي جاب، هذول اللي نكبونا اساسا، هذول اللي ما خلوني انا اجيك. الحين ما يصلح اتكلم بالجوال، احتاج اقابلك. ليش طيب تقابلني؟ ابي اقابلك، ما يصلح الجوال. اي بس حاليا يعني انا بس تقابلني ليش طيب؟ لان انا الوحيد من الدفعات الثلاث اللي راحت ما اسقط. اي بس وش تبغى يعني؟ عن ايش بتتكلم؟ ها نتفاهم، احتاج اقابلك. طيب اختار مكان اللي تبيه راح اقابلك. اوكي بس ابغى اعرف ليش وش السبب يعني؟ عشان الموضوع نفسه الان صعب اني اطلع بداحم. تكفى، اختار المكان اللي تبيه وراح اجيك. كلام ما يصح اقول لك يا في الجوال. طيب دقائق قلنا انا معي ناس. دقائق يلا. ليش ما اثق فيه يا صدقكم؟ وسوستوا فيني. ليه ما اثق فيه؟ لحظه ليه ليش فخ؟ لو يبغى يمسكني كان مسكني من أول مرة.
اللي قاعد يقول فخ يا عيال مو منطقي كلامكم. مرة مو منطقي كلامكم عيال اللي فخ، وين فخ معه بس؟ وش تبين تصويت يا جماعة؟ امشي على كلامكم يلا. بس ليش ما سوى شيء هو طيب؟ ادخل موجة 1101 يا عيال، يا عيال بروح موجة واجيكم، ها؟ بروح موجة واجيكم دقيقة بس. يلا انا بنتظرك برا. يلا يلا دقيقة بس. ترى بدخل ستي سي بلاي في لحظة، ها؟ تنفور حاليا ما عليه بروس، حاليا قيد العلاج. حلو اسقط يا عيال، معناته انه اسقط يا عيال. باكتو سيرفس تنفور حياك الله معليك. توجهي توجهولي تنفور اجي لك. تنفور دبلي وش اللي رصت لي اياه؟ الله يقطع ابليس سي دبليو. حسو بشير، ها ابو داحم دق سل زيرتو وينك؟ حاليا عند القسم، تعال المستشفى. انفار البشير، ها اسس ودنا فوال بالله. والله ما يمديها. ايوه صباحية. والله ما يمديها يا عيال، بستشيركم. شي؟ دام ما عندكم حياة واحس انكم ذا. التصويت. والله ترى ورانا فرن لكن وقفناه عشانك، دخلت الراديو. اقول علي الحرم ما انسى وقفتكم معي. بس اسمعوا. ها. انا بقابل عسكري طيب. إيه؟ العسكري يبغى يقابلني. انت بتقابل عسكري والعسكري بيقابلك. اي والعسكري إيه والعسكري إيه والعسكري راعي جمايل يعني رجال، لكن انا اخاف انه ينغدر فيني الصدق. حلو حلو. فانا الان اللي ببالي كالاتي طيب، ابعطيك سنايبر، تعال انزل 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 اذا هجت ولا حاجه. اي 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 تعال تعال امسك. ايوه ايوه والله عسك، والله عندي فتره ما جربت. بالله ثواني انت هنمي اسمعني بشير، انا بقابل عسكري طيب، ابيك تركز في الكلام اللي بقوله زين، وهذه اعتبرها اخر شيء اقول لك اياه. ايوه العسكري هذا اللي بقابله احتمال، احتمال والله احتمال هو بس انه ينغدر فيني طيب، ينغدر فيني من بروس. ابو داحم يعني واضح انه مو هو براعي غدرات، لكن في بروس في حال انه مسكني بروس وانغدر فيني من بروس، احتاجك تسوي حاجه واحده بس، اذا شفت انه خلاص يبي يذبحني وبموت ما عندي مشكله عادي خلني اموت، لكن تكفى انك تلحق بطلقه انت بعد يموت معي. دقيقه 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 طلقه اعدام عرفت الطلقه اللي دقيقة. انا اعدمك هذه ابيك تقولها وتصور. انا اعدمك اعدمتك اعدم. ايوه ها عسى خلاص استاذ دقيقه. ايش اسمك؟ ايش اسمك انت؟ ايش اسمك؟ والله كلام من جد ايش اسمك؟ مرعي والله اسمي. انت مرعي؟ ايه الداحم هذا العسكري صح؟ ايوه. ترى قابلني ومسكني بتهديد وقال ابتزني فيه، قال جيب لي هذا الرجال بالحي ولا ميت وانا راح ابتزك بهذا. اي انت اسالك بالله ورب المصحف قبل فتره، والله قبل صادق شهرين او اكثر، ورب المصحف في ذمه امه لانه مطبوخ لك طبخ. دقيقه بالله نتكلم جد شوي، بالله قال لك كذا؟ والله اني ما اكذب، والله ما اكذب. ودوني المركز قال لي تعال ابن حلال عس عس، قلت له قال هذا كذا، قال هذا ملفك، هذه صورتك وهذه قضاياك، تبغى تجيب لي الرجال ولا ادبلها عليك؟ اجيب لك من انا انا ايش اسمه اللي قال؟ اي انت انت ما ادري هذا. اي انت مرعي ما ادري برعي ما ادري ما اعرفك انا والله زين. الله
واحد ترى اعرف اساس ترى ما يقدر والله انا ما ادري ترى من اليوم مثلا استوعب الكلام اللي تقوله هذا ايش؟ انا والله يعني انا كنت بروح لموتي دقيقه ايش قال ايش قال ابغى افهم بالله مره ثانيه مره ثانيه ايش قال يا حبيبي مسكني تضحيط وسرقه وترويج طيب ايش دخلني الحين انا مالك اي صراحه انا ما لي علاقه علي قضايا أوكي. مسكني بالملف قال لي في شخص كذا كذا اوصافه طويل القامه كبير المنكبين وفكه طويل ما ادري وشنه وجهه كذا قلت طيب ايش المطلوب احسب يستهبل قال تجيبه لي حي ولا ميت ولا اقسم بالله هذا الملف اني لا ادبل عليك وانا والله ما اخفيك خفت قلت طيب الرجال له في الاجرام قال هذا معلم الاجرام انا بيني وبينك يمديني اسوي الاشياء هذه طيب. واستفيد الان منك طيب. لكن طيب. لا طيب. انا قدر المجرمين لا انا ادري ان انت نعم دام بشير خويك انت نعم بس سؤال وجاوبه بدون طقطقه ضروري تكفى والله ما طقطق اسمعني اي انا مصدقك ابغى اعرف فيه اللي ثواني وده يكون بلغنا على الهيلي حقتك يا ولد اصبر انت هي عسكرية ما حد جاوبنا لا ما حد جاوبنا المده اللي قالك الكلام فيها هذه قبل كم تقريبا والله يمكن اكثر من شهرين والله ما بالضبط ابغى بالحقيقه ابغى كم بالحقيقه اي شهرين ونص شهرين زي كذا عرفت والله الله تربك ما اكذب شوف خالي بشير جنبك هذا خالي ترى شهرين يعني 60 يوم يمكن اكثر بعد والله انا دحين اتكلم جد من اليوم استهبل والله دحين جد وانت ترايك مطلوب درجه اولى شلون مطلوب درجه اولى مرعي ولا واحد ثاني فكر لا مو مرعي هذا داحم مدري داحم لا المطلوب مرعي بالنتازي هذا مرعي بالنتازي متاكد اي مرعي مدري مرعي مو بواحد ثاني ابو فلان ولا شيء يا اخي والله اني فك اللي على وجهك معليش لو تسمح لي ايكون يا ولد تقصد رالجي كلاس خويي لا واحد عسكري عسكري واحد قال عسكري. قال عسكري لا بس عسكري أنا. إيه؟ أنا والله عسكري إيه؟ اشتغل عسكري ويسوي مشاكل قلت هذا انا اقدر في البدايه قلت انا راح اجيبه لك تمام بس ما انك انت مجرم وكذا شغلك تمام تعجبني ايش اسمك انت اسمك انا عسعس انا ولد اخت بشير ولد اخت ام حمزه إيه؟ انا ولدها خلني امالي مخي شوي انا اصدق صراحه عسعس ادري فيه اصدق الصدق لكن بنفس الوقت ماني مستوعب انه ليش بيقدر فيني كان تحديدا اكثر من 3 اشهر انت اظنك سويت مشاكل في الداخليه ركز معايا وقال انت مطلوب ومراقب ممكن انها قبل لا اعدل علاقتي معاه ما ادري عن شيء يا صاحبي هذا اللي قاله تجيبه لي خلني ادق عليه دق عليه وشي القضية من عنده بالله علي قضايا أنا سوابك والله أنك تبشر بس سعد كم نهاية رقمه هو دقيقة تأكد أظنه مو عندي ما أعطاني هو يعني خلينا نتأكد صقر موية أبو نص عندي صقر موية أبو نص اللي آخر عندي المعضل حميد ويلي مطلقة عيال هيلي يا عيال أبو داحم عندي رقم أصبر خلاص يجيبه آخر 15 يا عيال جوال امكم من الزباله كيف اطلع الارقام كلها عبد الله يلعن بالجوال اي والله انه من اقرب هاويه ابو داحم مرعي طولت علي اي ثواني طيب بكلمك الحين صدق جنبك بروس انا الحالي حاليا في لمبان طيب اعطيك اياها من تبي اعطيك اياها من الاخر ولا اطولها بسرعه قول اي عطني من الاخر والله الصدق اني ماني مرتاح والله ماني مرتاح الصدق انا بجيك المكان اللي تختاره لا مو عن تجيني بسالك سؤال وجاوبني ابغى اسمع جوابك قول له تعرف تعرف واحد اسمه عسعس اي اعرفه ممتاز عسعس جاتني علوم انك قاعد تبحث وراي عنده وتطلب اسمي عنده وتقول جبل اياه وما نعرف ايش وش الكلام هذا طيب اول شيء عسعس انسان مريض نفسيا صبر. انسان لا تاخذ منه كلام طيب بعد اي زمان كنت مع شخص اسمه سعدني ومسكوني قضيه سايدين انك انت سارق منزل ايوه بس هذه السالفه وهذا الكلام صار يمكن نسيت الموضوع انا تماما قبل كم طيب هذه والله زمان كان 2 3 شهور زي كذا سارق منزل ايه نعم والسالفه ان احنا حصلنا بصماتك في سرقه منزل في ساندي ايه وممتاز طيب
طيب وين تبيني اقابل؟ لا 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 تلومني يا ابو داحم، انا والله اني قامط الحين، الوضع خطير مره. قبل شوي اسمع بروس يناديك بالراديو، يعني ناداك وسكت، وين مكانك بيجيك؟ وش ذي جديده ذي ما عمرها صارت. قبل شوي يتكلم بالراديو الان يناديك ويسكت، مي بعادته. انا طلعت برا الموجه، قلت له اخذ زرون. طيب مسجل خروجك انت وادخل؟ لا انا مسجل خروجي انا. طيب بقابلك، ما عندي مكان. حدد مكان انت اختاره. ما عندي مشكله، بس تذكر ابو داحم انه في ناس قاعد تراقبني. جاهز. الله يلعن ابليس. يلا مع السلامة يا عيال. هيليات تطير فوقنا يا عيال. ايه خلنا نغير مكان يا جماعه، امشوا بالله. امشي بسرعه، في هيلي بسرعه. اركب. ابعد بسرعه من المكان، مره ابعد مره. طيب يا امر، الجوال معلق صح؟ ما ادري والله. طيب اسمع، بعطيك طيب مكان. تمام تمام، بس بطفي الجوال بجي ادق عليك مره ثانيه. وش ذا اوقات تطلق. تمام يا امر. يلا تمام. اسمع يه. اذا جيت دي وين تجيني؟ وين ابيك تجيني؟ سلمك الله في الملاهي. حلو الملاهي. تمام يلا السلام. يا استاذ عمري. طيب اسمعوني يا عيال، اسمعوني، ابى اقابله بالملاهي. لا اسمعوني، الا اسمعني، اسمع الخطه، انا ماني غبي. كل شيء عندي مدروس، انا ما قط كلام كذا الا هو مدروس 300 مره. الان اللي بيصير كالاتي، بتهبط بالهيلي حقتك فوق السفينه اليخت، ممتاز. انا ابى اكون على الزاويه حقت الملاهي هذه، حلو. في حال انه صار شيء بسنايبرك من السفينه، اصطاع اصفق امه على طول هد. حلو. ايوه. اذا بروس موجود في المنطقه، اذا بروس موجود اعرف ان الهدف هو بروس. خلاص استنى، انا بكون هنا. انا بكون هنا، خلاص نزلني. انزلك هنا. طيب نزلني هنا، واذا صار شيء راقب، بس اسوي شيء راقب. سنايبر معك؟ لك جهاز عده الغوص، جهاز عده. ما عليك، معي كل شيء. سنايبر معك انت؟ اي يلا. الله يحفظك. على الجوال مسحور، كيف اعدله؟ سلاش اف 8 فون فونكس فون فيكس صح؟ اطلع وادخل. فيكس فون. لا ابو داحم انهى المكالمه، ما يسمعني. مشكلتي ماني حافظ ارقامهم يا اخي. هذا من هو هذا؟ طيب على بال ما يجيني ابو داحم يا عيال. ذلك العيال هناك. حلو، ابا اخذ وضعيه واضحه كذا. حلو، اجهز عده الغوص، عضلة أربعة، سلاحي فيه 130 طلقه، دروعي حلو، بندج، اي شيء يصير على طول لو احس ان في حاجه صايره. حلو، ركز معي، اي حاجه صايره بلبس عده الغوص وعلى طول بحر، على طول. ازهلوني، مضبط الخطه صح. طيب دخان ما احتاج، اشرب بس. ايتمز بروك يا اخي، توي شاريها يا اخي، شلون بروك يا اخي؟ طبيعي. ويلكم تميم. ما في طاولة، تبون نسوي طاولة؟ طيب يلا بنسوي طاولة. بيغدر فيني ولا لا؟ خلني اعشق الشدقن يا عيال، احتياطا بعد. مع اني انا اقول مستحيل انه بيغدر، لكن للناس اللي موسوسة سوي لهم طاولة. آه
احمد دق على اي واحد وقفل. طيب اشكت يا عيال معلق ذا على امي انا يا ليل امي. A hype train is closed. Sub gift or use. يا جماعة هذه اللي طالعة وش هي hype train؟ لا تسوون أشياء يا مشرفين بدون ما أقول لكم. إذا جاب أخذ منه موية هذه مسحورة. ودي أشوف من جهة نواف يا عيال. خلنا نسحب خلنا نسحب خلنا نسحب على فايزين. يلا يلا نسحب نسحب إن شاء الله موقع مو معلق. يا جماعة أبسحب الآن. على تذكرة لمباراة كأس العالم أبسحب على تذكرة كأس العالم الآن من ستي بلاي. تأكد فقط أن عندك حساب ستي بلاي وبينزل السحب إن شاء الله. يلا يا جماعة أسحب الآن على تذكرة كأس عالم سواء أنت بتحضر ذا بكيفك. روح على تغريدتي هذه سوي لايك واكتب كومنت. تبي تسوي سبام كومنت عادي. يا مشرفين سحبنا كم شخص إلى الآن؟ خمسة عشر. طيب طيب أبى أسحب على خمسة أشخاص 200 ريال. أول شيء بس تذكرة كأس عالم. عندنا تذكرتين طبعا بس تذكرة كأس عالم. بسوي ريفرش وبادخل. تأكد فقط انك مسوي لي فولو على حسابي وعندك حساب سي سي بلاي عشان يطلع لهم بياناتك يتواصلون معك. طيب ابعد للعشرة ثم بحدث. اول شيء بسحب الان على 200 ريال بنزل. معلق الموقع مو مشكلة مو مشكلة. سليمان الغانم مبروك 200 ريال. حطوا رابط يا جماعة المشرفين سي سي بلاي. حملوا يا اخوان البرنامج بيفيدكم صدق. محمد مبروك 200. احدث مبروك يا لوسي 200 200 ريال. احدث لانا مبروك 200 ريال. بحدث اللي معلق معاي عم يعاد تغيير رمز السري. تي 1 كي او مبروك 200 ريال. طيب عندنا تذكرة مباراة المنتخب السعودي والمكسيك تنتين. نسحب على واحدة الان ومو الان شوي عشان اللي معلق عندهم يمديهم يحطوا شيء. تمام لا اله الا الله كتب الظالمين. طيب خليني اشوف نواف يا عيال من جهة ايش صار في عساكر يبثون. يا ربنا كانوا في عساكر يبثون. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم اللي بيطلع حظه رهيب يزيد صدق.
اما سبسكرايبر ليش نواف؟ وده حنطول يا عيال صح؟ في غدرة؟ كيف علها يا عيال ابو داحم يغدر فيني في حلقة الاخيرة؟ بموت بديني سكتة قلبية، تخيل يسلمني للبروس ويلا يا بروس تفضل. بديني السكتة القلبية. لا لا ما اتوقع، هو اتوقع انه مستمتع الصدق انه يكون ضد بروس، ما هي بحلوة انه يكون في صف بروس والله. تكون بين. رابط الاشتراك، شنو نحط رابط الاشتراك؟ ابغى مويه يا عيال مرة عطشان. ما حد بصف بروس والله يعني. ما تعرفون تمسكونه هو واحد؟ يا جدو يا جدو لا ترفع فوق الضغط الله يرحم والديك يا جدو. سياراتنا متشابهة كيف نلحق واحد؟ يا راعي الدمن حرك الله لهين. هنا يوم طرحني يا عيال. افتح طريق. شوف انا ورا هذا انا شوف صدامي مختلف عن صداماتهم. يا النكبة يا عيال. توجه موقف حمرا توجه. علي الهدف مع درانجو باللون الاسود نفس مسرنا بالضبط. الفرق ان في صدمات فقط لا غير. تدرون وش المشكله؟ ان الكلب قاعد يمشي وراي مسوي نفسه غبي. عرفت هو حاط صدمات. تدرون سواها الغبي. علم تجاهل انا خلف الشخص مباشره. المواقف الحمراء من جهه تدرين خروج العساكر يا عيال ترى عشان كذا ما يبان عندهم مو الكل مسجل دخول. جاهز علمني والله نحتاج مساعده هو يروح دباب بص احتاج مستشفى بسرعه تكفى اي هنا تاخروا علي اسقط نواف حسب انه يطيح اذا مت عشان كذا بروس تاخر يا عيال سمعتهم هنا يوم طبوا علي وين هالأغنية أبيها شوف الخريطة عل ودي أوريكم إياها بس عشان في سكامي داهم داهم ركضة واحدة معي يا ويل أمي يا عيال والله كنت بودع ناويني نية تنقشرة بس تمامي كمل آخر واحد يضل مع سداح حتى نواف بداهم معهم اني انفجرتهم عرفت ليش غطيت الشاشه انا يا عيال عشان اوزع سفرات انا ما اسوي رؤيه اني مسقطتهم ما طلع من جهه نواف قهر يا عيال والله قهر خل انت بتدخل شوفوا كم عددهم والله ما كنت اقدر تخرج خل هينك توجه لا جدو والله ما معي القرش شيء كنت تنفور حاليا انا معي طيب توجه لي ساعه اتكلم مع نفسي توجه بشكل سريع يبغى عدد غوص حمار ما معه عدد غوص هو سوات والله انه حمار والله طب وراي ومات شكله انسحر حتى هو يا وعد شكرا لك يعني ما في عساكر كانوا يبثون يا عيال يا ليكون ابو دحم عندي يا عيال ولا انا متكلبش ولا ايش صاير في الحياه ولا مكروش من انسحر برول بلاي يعني تقلتش بس احنا قالنا رول بلاي يعني تكفى حاول دور جيب لقطة سي فور ضروري ايه والله لقطة سي فور فازت يا عيال اقسم بالله تراني مسوي ثقيل بس اني مخاق خقة الارض على اللقطة اربعة وراي فليه ذبحت اربعة يا عيال ذبحت اربعة يا عيال اربعة بس والله اني اشكرهم انهم ما اطلقوا النار علي يعني قدروا اني كنت مسحور ومصدع وين والله كنت مرة مسحور
لكن لو كانوا مداهمين من البدايه كنت بفجر بعد فيهم كذا ولا كذا، يعني كانت موزونه حقت سي 4. هم داهموا على طول والله، مداهمتهم سريعه، عدروا اني لحالي، مع انه يعني المفروض يخافون يا اخي. يخافون ليش يا احمد؟ المفروض يخافون لانه يعني انا فجرت بسي 4، يعني المفروض انهم ينتبهون وانا طالق عليهم. اقسم بالله لقطه سي 4 وين يا عيال؟ عايز اروح اعمل لي قهوه، خايف يفوتني شيء والله. اذا بسوي بسرعه وتجي صدق اني احس بيفوتك لو تطول. اعيد واكرر في اي لحظه يا عيال بوقف بسحب وبرجع اكمل عشان الناس اللي معلق عندها الموقع. الموقع يعلق عشان السبام طبيعي، ما هو يعني نفس اي موقع يعلقون تعلق المواقع. عيال موجودين؟ ايوه هذه كل الكابتر حقتهم يا اخي. حسوا شريف اقسم بالله. الكابتر موجوده يا اخي. مشكله الشرب يا عيال، مشكلتي بالشرب. الله يستر الله يستر. ما معي عده غوص. موجودين عيال؟ عيال يرحم امك. اسمعك اسمعك خلوكم ذا. ها وصل الرجال. ايوه ابو داحم اسمعني. ايه اسمع. معليش ابو داحم بس عشان والله اسمح لي، انا اسف اقسم بالله، بس عطني عدة غوص. لا انت عدة غوص؟ ايه لا انت شيك متوتر يا. لا انا ماني متوتر، بس عطني عدة غوص ابو داحم. الامور طيبه بس ابغى عدة غوص. ابشر. ايوه ايوه لا الامور طيبه. وابغى شرب اذا ما عليك امر. اسف كثر الطلبات. ابي قهوه ولا اي شيء ينشرب لاني احتمال اسقط. تمام يا سلام عليك. طيب صل على محمد عليه الصلاه والسلام. انت راك حلفت لي ذيك المره انك ما بتسلمني لبروس وان اموري طيبه، صح ولا لا؟ طيب معليش مرعي يا اخي. كم مره كان معليش معليش كم مره كان يمديني امسك؟ اي عشان كذا عشان كذا. بس قبل شوي يوم جاني عس عس وقام يسمعني كلام ويقول انك انت كنت تبحث عني. اي فوترني. إيه؟ زياده الصدق والله وترني. إيه؟ والله استبي الصدق. ايه اي كنت مسوي ملف كامل عليك. ايه لكن كانت قضيه مجرد انك كنت عسكري سارق منزل عرفت بسبب وجود بصمات. حلو لك فيها. حلو هي القضيه. طيب الان يعني هدفنا كلنا واحد بروس، هذا شيء خصيم منه صح؟ بروس اعطيتك فرصتين فشلت فيها. طيب معليش بالله عليك ثواني تكفى. معليش والله والله معليش. الحين تشك يا مرعي. طيب اسلم. يلا هي خربانه خربانه. اي هدفنا بروس. يلا بروس كان عندك. وسط انا شوي لكن... اعطى مجال. ايه شكلنا بنروح للشيء الثاني. لكن هذه فيها تضحيه يا مري. وش بجيب لك بروس لين عندك. كيف دي اجيبه لين عندك؟ هذه تخوف. لكن تعرف انا كلمتك اول الاولى. هذه مميته. هذه كلمتك هذه توترني زياده. إيه انت متوتر وانا متوتر وانا ضغطي مرفع. طيب اقسم بالله العظيم اليوم والله السلاح بيدي. اي ورب اني كنت قلت بروح اعدام. اي والله اني مسحب كرامتك. تبي الصدق؟ والله اني اقلل من كرامتك ومسحب فيها. فان كانك صادق لا لا تغلط علي. لا اقول لك انا عشان 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 اي عشان ما تقعد الامور يعني تروح مع. ترى والله اني اسمع بالراديو اليوم كلام ما ينقال. وين ما قدرت اليوم يقول لك افتح لي الباب كل يوم جيب لي ما ادري ايش. سلامات انت الزبده انه يعني لا لا تنقلب الدنيا واشوفك مع يوم من الايام. فخلي وجهك زي ممتاز. وجهك تمام ممتاز. هذا الشيء. اسمع شيء اسمع ثاني. مني اسمع يلا. مني ها اسمع انا علي اني بجيب لك، لكن اعرف ان اذا ابو داحم جاب لك بروس تمام وما صار الاتفاق اللي بيننا انا خلاص اعرف ان انا بروح فيها. يوم اني اجتمعت معاك اليوم قلت لك تقدر تسوي شيء، قلت لي ما اقدر. كان قلت لي كلام ذا طيب من البدايه، ليش الحين تخيل؟ لا 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 ها وقتها ما اقدر. حاليا بروس رجع طلع من السوات. مو طلع من السوات حاليا الحالة
او انه جالس يباشر ككابتن عادي مو كفرقة سوات. طيب ايش بتسوي؟ بلعب على نقطة ضعف بروس. بروس يحب الانجازات، يحب ان الناس تفتخر فيه، الناس تطلع باسمه. ابو دحم كم في عسكرية الان مباشر؟ في تقريبا 10 أو 11. عشان كذا انا اقول لك انا راح العب على نقطة ضعف بروس، راح اطلع كمهمة سي اي دي بحيث اني راح اكبر له موضوع شخص تاجر سلاح وتاجر مدري وشو راح اجيبه. هل حاب انت اني انا اوديه مكان وانت بنفسك تاخذه، او اني انا اجيبه لك بنفسي؟ ابو داحم معلش نتكلم منطقية بعيدا عن الطقطقة والامور، نتكلم منطقية. ايش بيخلي بروس يطلع الحالة ويطلع معاك ويجيني؟ بالله اقنعني يا اخي يعني اعذرني اعذرني ممتاز. يعني شلون بروس بيسوي؟ يعني تبيني اصدق هذه؟ ما اقدر، مو منطقي مرة. طيب تبي المنطق؟ منطق ان انا عسكري وزارة الداخلية، رتبتي سارجنت، كذلك سينيور ديتكتيف. طيب الشخص الثاني في السي اي دي، كل هذا صعب انه يشك فيني اساسا، مو انه يثق فيني. كذلك انا عسكري، مجرد عسكري سي اي دي، عندي تاجر سلاح، احتاج وحدات. اي بس بتقول اني بروح امسك مرعي؟ والله ما يجي الحال. انت فاهم؟ مو مرعي راح نمسك تاجر سلاح، منزل اعلان في تويتر. اوكي دائما طيب. اسويها ويطلع معي. طيب ليش؟ عشان يبلغ في الراديو بروس ديسباتش تم القبض على تاجر السلاح بنجاح. يتفشخري بالضبط. هذا نقطة ضعفه وانا راح استغلها فيه. طيب وش يضمنك انه يجي الحاله؟ ليه ما يجوا معاه 10؟ لاني انا لان هذه حاله سي اي دي، ما حد يطلعها الا سي اي دي. حاليا في الميدان ما في الا انا سي اي دي. ممنوع العساكر العاديين انهم يطلعون اي حالات اندر كفر. طيب وهذا اللي بيسوي سي اي دي. يعني اللي بتسويها الان بتروح تقول له انه انا عندي الان واحد بطب عليه، يلا تعال معي، وهو بيصدقك. يلا بيصدقك وبيجي معاك الحاله. ايوه الحاله بيجي معاك الحاله. ويعني طيب ما سويناها كثير، سويناها كثير وسواها كم مع بروسه وغيره. اخي والله جداً. ما يسويها ذي لو ايش بس. طيب يلا، واذا عيا ايش الخطه الثانيه؟ جرب ادخل اطب على امه، اخلط امه بالخلاط. كان قدامي والله، بس انت قلت انا عندي خطة بالاخير طلع من قدامك. اهلنا اجرب. طيب يلا، هل راح ينقصنا شيء لو جربنا؟ اي بس الحين خليني افهم. طيب ايش بتسوي؟ بتكلمه بعدين؟ في حالتين. الحالة الاولى اني انا بقول له راح نقبض على تاجر سلاح، اكثر اماكن يبيعون في السلاح اللي هو مواقف البنر اللي ورا جهة البنر القديم. بلوس بعد بلوس تبيني اقابل الحالي؟ بلوس في نص المدينة عليك. حالة اندر كفر ما راح يكون مسجل دخوله، هذا قاعدة. بيكون هو اندر كفر. هي بنكون انا وياه اندر كفر نفس دبسي هذا. او ان تبيني انا اجيب لك؟ اعطني 10 دقائق اتلك اياه مع شعره واجيب لك، اذا كان عنده شعر اقرع هو. انت تبغى تجيبه لي وانا امسكه صح؟ إيه. لكن عندي الشرط حقي اللي اتفقنا عليه في البدايه يا مرعي. طيب ليش مو يمسكك؟ ليه مو انت تمسكه خلاص ونقفل؟ انا عسكري مستحيل يشك واحد فيني 1%. انا سينيور ديتكتيف، رتبتي سارجنت، رتبه عليا في الداخليه. طيب يعني اوكي بيجيني على انه مواطن، حلو، على انه هو بيشتري مني يعني مثلا. الله وين ما انت مالك دخل، انا راح اسحب، ما في اصلا مواطن ولا شيء. اقول له مواصفاته كذا كذا كذا، راح يبيع في مكان فلاني. اوكي يا انك انت تطب عليه وتكلبشه وتشيله، او تبيني انا اكلبشه واجيب لك. طيب اجل اسمع انا اذا تبي الامان لك إيه؟ عشان انت هذا انا اكلبشه واجيب لك، ولكن انا خايف من هذا الشيء ان حقي ما يجيني يا مرعي. لا طيب لو حقي ما جاني طيب خلها مني انا عشان اذا مسكت على قلت طلعني. حلو طيب ما بقدر اطلعك خلاص، شفت انك مسكت خلاص راح انكشف وقتها. انا اقول لك هذا الحين الحل الاخير. طيب اجل اسمع، اقول له في بياع اسلحه في الانفاق، مفترق الطرق بالانفاق. حلو ممتاز. وهو بيجيني كان الحاله. حلو، وقول لنا انت بتكون معاه بحيث ان لو كانوا عدد انت على طول الطب تساعده، وان بياع الاسلحه هذا قال انه يبغى يجي شخص واحد، اذا جوك شخص بيهرب على طول. ممتاز. يجيني الحالة، ايوه يجيني الحالة، اول ما يجيني يقرب مني بطلع سلاح ثقيل بمسكه.
ما مستحيل يجي لحاله. الله احس قاعد طقطق انا وقاعد مستحيل يجيني لحاله الصدق، يعني قاعد افكر فيها بمخي 100 مره يجيني الحاله. وين اتكلم على وزاره الداخليه بروتوكولات طبيعي جدا. الشيء الوحيد ان بيجي الحاله اذا انت قلت لنا احنا معاك احنا وراك دعم. مشكله انا ما ابي اجيب عساكر ثانيين الا اسمع اسمع ابى اجيب دقيقه خلينا نشوف كم وحده. جيب عساكر خلهم جنبك اي 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 إيه؟ ولا إيه؟ لا توجههم لا توجههم هم بيكون سد الخروج صح؟ اكيد. حلو خلاص تمام تمام اذهب. تمام راح اجل راح احاول اجيب ثلاث عساكر بحيث ان يكونوا ايوه عش ايوه عشان كتأمين. عشان كتأمين فهمت. عطى 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 خله يرتاح كذا منطقي. حلو بعده هنا تقابل بامسكه انا وباركب في السياره وبعدها نتقابل ابى اكلمك احتاج اكون موجود. طيب خلاص طيب نتقابل. انا في شيء في قلبي انا ودي اطلع كذا قبل ما يموت. يا سلام حلو تصدق ذي وصارت ايه نعدم اليوم والله صدق ايه نعدم اليوم ابو داحم نعدم اليوم والله نعدم اليوم ليش لا ونعم والله نعم ايه ايه. طيب انت شوف شوف انت حشوفني هادي مره هادي إيه؟ وانا اقسم بالله إيه نار عارف 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 خلاص طيب اسمع اجل ابا ودي اغلط انا طيب بدي اسب والله والله ودي اسب لا لا بدون سب بدون سب لاحقين عليه ابا اذا تمت ابى اطلعه مع الانفاق حقت القسم القديم مجاري. تمام تمام حلو وانت بتكون مستقبلني هناك بهلي. ممتاز ممتازه ممتازه يلا نطير على ساندي يلا يلا توكلنا على الله. طيب معك سياره قطني قطني وعادي خلي عادي خلي عده الغوص علي. لا 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 شيلها شيلها. اه انت مفروض عليه الامور طيبه ان شاء الله يا ابو داحم وكل شيء تمام ويعني خليكم على خليك معي على مراقب من بعيد في حال صار شيء. احنا الان انا باخذ سياره انا باخذ سياره حلو وبروح الانفاق ثم بطلع بعدها على المجاري وانت بتستقبلني وبتراقبني من بعيد ابدا من بعيد. اي براقبك انا لا اشوف الافراد راح اخذهم معاي كلهم مرتبهم قليله يلا ما راح اعطي امر اي شخص اي شخص يطلع بدون امري راح يتحاسب. راح اخلي بروس نفسه ينزل تحت الموضوع عندك بس انتبه ترى بروس داهيه. انا ودي اسمع انا خا تدري ايش خايف منه يا مرعي؟ ايه يطلع عليك سلاح ثقيل. اطلع قبله. طيب انا اي ما اخاف هو يدخل معاه سلاح ثقيل. ايه صح. هذا اللي اقصده فهي خربانه خربانه. طيب كذا كذا بنكشف اساسا. طيب ليه ما تيزره؟ تيزره؟ لا لا صعب صعب تيزره. ليش؟ ها سلاح ثقيل والله العظيم بيقوم يخطط. بكلبش على طول بكلبش على طول. طب اسمع بخليه يطلع عند الكفر بحيث انه هو اللي بيشتري. حلوه ايوه ايوه هذه اللي بقول اتاكد اي بقول له تاكد انه مع السلاح بعدها بلغ في الراديو راح نطب حنا. حلوه مره بطريق تعال انت اسمع انا ما راح اتكلم انت على طول هدده لا تسولف معه انت هدده على طول لا انا ما راح اتكلم يعني اذا جاني ما راح يعني اتكلم. طيب وانت بينزلك الحين نزلني هنا هنا في مكان في سياره. طيب دقيقه بجيب لك سياره هنا على الهيوي على الهيوي على الهيوي على الهيوي. خذ سيارتي ايش رايك؟ حلوه حلوه اي حلوه حلوه. طيب خليني انا انزل المكان زين اروح المواقف اخذك سياره. خلاص هنا هذه سيارات خلاص وقف فيك يلا نفتح نعطيك مفتاح. ايوه هذول العيال فوقي هذا اللي راكب انزل عطني دقيقة جاك مفتاح؟ لا ما جاني اسرق تبغاني اسوقه انا جرب اخر مرة اذا هذا اسرقه جاك؟ اي جا يلا طيب صلوا على محمد. ها انا فوق الموقف الحمراء فوق الصف. طيب اسمع الان يوم. الان هو قال لي السيناريو بس ما ادري من صحته يقول لي انه بروس بيجي تمام على اساس انه بيعت سلاح وما سلاح ثواني انا معي كلبشه اللي اعطيتك ترى بس اقول لك حاجه يا مري ايه ترى انا كنت اسوق ما تسوق ابو داحم
يا ولد ذا عله، والله انها علقه كان يطرح المجرمين واحد واحد العصابات تشتكي منها. اي بس أنا بس اني شفت قدام عيني هو قاعد يتسفل فيه، يعني واضح انه ماكينه تبن. عرفت؟ ما ادري لكن انا ما ادري معاه. الزبده انا بالانفاق بعد ما اطلع من الانفاق ابى يعني انت خليك من بعيد، اي شيء يصير خليك من بعيد. فهمت؟ طيب اسمع قول لي وش اقرب طريق لك من ناحيه القطارات دي عرفتها؟ تطلع عشان تطلع فوق واشيلك في الان بالانفاق؟ لا انت راقب من بعيد مره راقب من بعيد، مره راقب من بعيد. يلا تمام. سيارتك ما فيها بنزين. أنا كفي كفي ما أحتاج، أنا بس إلى الطلعة. أنا مرتاح لوقفي يا يعني عيال، حسني سبك وأنا جايز لحالي في المكان، والله حسني غبي. نقاط الله شوفوا إذا نغدر فينا بترى عليكم النقاط. نوزع ونسوي طاولة إعدام. طيب وإذا غدر الحين طلع إن كلامه كله كذب هذا ومسكتينا. الزبدة إني أنا مشيت على تصويتكم، أنتوا قلتوا وثق فيه، ثقيت وثقت فيه. مع ان انا والله يا احمد انا واثق فيه، يعني ابو داحم شكله من الكاركترات اللي يعني ما هو باللي بس سيده كذا يلا دوام تن فور تن تو يعني جدول، عشان كذا في ثقه. طلب نار. ولد انت حي؟ اش هو خفت؟ اش موجه 101؟ ادخل موجه 101؟ اسمع بدخل موجه 101 تمام بشوف اذا في شيء. لما طلق نار عندي يا عيال. حاليا متوجه. حاليا سعادة بروس الشخص راح يكون بالاسفل يحمل سلاح من نوع كولت، كذلك راح اكون انا بالخارج مع باقي الافراد التامين فقط. علم جاهز الوحدات على تم الاستعداد. فار عموم الوحدات اللي حاليا مشاركين بالحالب ايضا باللخم ياخذون كلاس 2. فار الله يا رحمن انه يعدي هذا اليوم ويختم البث بخير. متوجه الان انا حاليا بدخل من نفق المستشفى. الله يجعل البث هذا يختم على خير. المعلومات اللي عندي حاليا الشخص بلغ انه راح يكون عملية صفقة في مفترق الطرق. علم هو ما يعرف شكلي صحيح؟ بنتو حاليا اندر كفر ما يعرفنا ان احنا عساكر. في حال دبلت على الراديو اعرف اني اكلتها. وجهوا على طول تنفور. اطلقوا النار لا تفاوضوا معهم، اطلقوا النار انا بازبل نفسي. تنفور كذلك انا راح اغطي المدخل للقسم الانفاق لان احمل الارشب. صدقني يا ابو داحم اذا سويناها
صح انه بيزيع صيتي لك راح اعطيك نقاط تستاهل. انفار شكر لك. الكلام اللي اقول لك اياه بيك تقوله تمام؟ خليك قريب. الان بيجي واحد ابو سوري. كم بعطيك نقطه يا ابو داح؟ كرول بلاي ابعطيها وياك. يعرفني تمام؟ اي تتكلم انت تقول له مرحبا. حياك الله. انت بياع اسلحه. لا لا اي انت بياع اسلحه الان تقمص الدور انت بياع اسلحه اوكي؟ انت بياع اسلحه. فالان بيجيك يقول يسالك عن الاسلحه اللي معاك وانت تتكلم معاه. بالموقع معك هذا هو جاء تمام؟ شوف هذا هو قاعد يمشي. انا عندي رؤيه الشخص لابس رصاصي على ابيض. اول ما يجي يقول لا اي ما لي تكلم طبيعي انا كنت طبيعي كانك تبيع انت انا تبيع تمام فلوسك معك انا انت شو اسمك وين جيت فهمت خليك طبيعي مره انا هل سعادتك عندك راي عليه صحيح انفار جلالان أول ما يجي قل له نعم ها نعم قرب 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 كان اسمع معك ترى ما اقدر اتكلم باسم هلو اميغو نعم انت الشخص اللي نحتاجه من انت ما اسمع انت من أنا باخذ الأغراض اللي معك مول مقرشاتك ليان حضرت تأكد أنه معاه سلاح كولت شخص يبيع سلاح كولت أقدر أخليك غني بس وش النوع اللي معك كولت كولت ممتاز كم الكمية ورنيها ورنيها في الشنطة هي ها فك الشنطة بوريك ما عندي معنى إلى الفلوس جاهز بس الفلوس ما هي هنا انت ادري ما اقدر اجيب فلوس للشخص اول مره قابله انت اصلا انت ما ندري مين احنا برفع يدك سلاح تجيب انا بشتري كل اللي معك سلاح تجيب سلاح تجيب سلاح تجيب سلاح تجيب والله اطلق النار ورب المصحف اطلق النار والله اطلق النار والله اطلق بشتري اغراضك يا مريض بشتري الاغراض اللي معك حاليا يا استاذي يا كابتن يا حبيبنا بشتري الاغراض هذه الوحدات اللي في الخارج عندكم راي على شيء نظرة بروس انت بخير يا استاذي انا بشتري الاغراض منك قلت حضرة بروس ما يقدر يرد علينا خلاص ليك بعطيك دبل السعر عشان ما يفضح نفسه أهلين وسهلي أهلين وسهلي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ايوه مرعي بن تازي موجود هاي حياك الله كيف حالك يا مرعي حاليا عموم الوحدات تنسحب ورب المصلحة والله لعد امك والله تموت والله اليوم لا 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 والله تموت اليوم بدري على طول خلاص يحتاج تطول لا لا دقيقه 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 لا 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 دقيقه اسمعني لا 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 والله لا انا على طول عمري قائدك اسمع كلام قائدك خليني اوقف تعقب رجلي بحلقك يلا يا القائد اصبر شوي من عندك تدور مصلحتك يا مرعي ايوه من عندك انت الحب من عار ايش شلون 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 والله جيت احس اني ماني مصدق ترى للحين احس انه فيلم ذا شلون جيت شابك كيف جيت كذا كيف جيتني برجلك عشان تدري اني ابحث عن المجرمين في الوطن يا مرعي شوف الكابتن هذه دائما ابحث عن المجرمين باي طريقه شوف الكابتن هذه هذا تعرفه ذا اللي قدام وداحم وداحم اركب اركب الله وداحم الله راح تعرف الحين ابو داحم الله كان اللي راح ارقيك ايش السهره هذه الحلوه
ابو داحم وقف ابو داحم هذا مجرم. ايش السهره هذه الحلوه؟ انا ما راح ارد عليه مرعي، انا قلت لك البدايه انا انسان اللي فيه نير يمكن اسبه. طيب اسمع الان الوحدات اللي كانوا موجودين ايش وضعهم؟ سحبتهم كلهم، قلت ان تم القبض على الشخص وانتهت الحال. ممتاز ممتاز. راح افقد بعد الحال وراح احقهم وراك ابو داحم. فكر باللي قاعد تسوي، انت ذكي، انت ذكي يا ابو داحم. مين اللي راح يحقق؟ ابو داحم ذكي، راح يحقهم الحاله. انا السي اي دي. طيب وين اختفى بروس؟ طيب ابو داحم خلنا نرتب، خلنا نرتب، خلنا نرتب، خلنا نرتب. طيب اول شيء نعدم امه، ننهي بروس هذا من الميستري تاون. حلو، هذا واحد. اثنين، انت بتكون وظيفته عندك تكون مكانه. دقيقه تعدم مين يا حبيبي؟ صبر، بحط شراب. ثواني، هذا شراب. الان انت اذا بتكون يا ابو يا شو اسمك يا ابو داحم الرئيس، انا بكون النائب حقك، النائب السوات. تمام، ابغى ادخل بشيء. ما يكتب يكتب. أنا لا 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 تروح، تروح المطار، لا تروح المطار، روح مكان مقفل. لا والله اني ما اخاف تصير بعصات، اقسم بالله. روح كذا مكان مستور ملموم كذا، عرفت اني نقعد نطعن فيه على راحتنا. اطعن 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 مكان مقفل كذا. مثل داحم تكفى، انا ما اقدر اكلم ذا، لكن اسمعني. ابو داحم للاسف ابتدى خروج. ابو داحم صح ابتدى خروج. ايه يعني الان راح يدخلون فيها ابو داحم، راح يطلعون مواضيع ابو داحم. طيب ثواني ثواني يثبت علي. ثواني ثواني الان يا جماعه ابو داحم انا اسكت كمان ابو داحم. اسكت اسكت الان بالمنطق يا اخوان، ما حد يعرف مكاننا صح؟ ما حد يعرف مكاننا صح؟ نهائيا. مستحيل. إيه يعني ركز معي بالكلام بقوله، مستحيل احد يعرف مكاننا الان. يعني اخذ راحتي بالموضوع هذا مره. طيب يمكن ويمكن لا. لا ما في يمكن يمكن لا. ايش بتقعد نقعد ذا؟ ما في يمكن. انت صرت كابتن على الفاضي انا؟ لا لا ما حد يعرف مكان ابو داحم. انت عسكري تدري بالسالفه كامله، يعني ما في اي الان وحدات خلفنا، امورنا تمام صح؟ نزلنا اقرب جحر مقفل، ابن امه يطلعه. لا تروح فوق جبل، لا تروح فوق جبل. نبي نروح مكان نقدر نهبط فيه كذلك، ما في احد. طيب هنا انزل انزل هنا انزل هنا انزل هنا تحت 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 هنا؟ اي مكان تحت الشجر كذا، في مكان كوخ ولا اي حاجه. يمكن في تتبع بروس. هيا بفتش بروس اذا نزل. انزل انزل وبفتش، خل نفتشه تتبع. يا مرعي فكر فكر يا حبيبي فكر. على بشير احتياط. بشيري والله يا عيال صدقين. لا تستانس لاخر شيء، ما تدري شو بسوي ابو داحم. ابو داحم اتكلمني يا رب. اول ما ننزل راح تجيب لي اكل بالاخير. بشير موجود. اول ما ننزل ابو داحم. بشير بشير انا داخل اي موجه. داحم افعلها. افعل وشو؟ بشير تسمعني؟ اسقطه اسقطه. تعال داخل. تعال داحم يا رجال بالله سد حلقك انت، والله انك ذا. والله بسم الله. السروال السروال انا فسخ السروال. ابو مكان مقفل، ابو مكان مقفل. الله يا اخي ابو مكان مقفل. مكان مفتوح، مكان مفتوح. خله خله مالك، ما حد يدري ابدا نهائيا عنه. والله العظيم ما راح تفلتون في ذا الموضوع، انت عارف. يا سلام، شوف حتى في حفاره يا تحت. هنا هنا هنا. لا انا بروح بقطه في البحر. ايوه هنا بس. طيب اول شيء بفتشك وباخذ الاشياء. اول شيء دقيقه انا ممكن اتكلم. انا انسان بتكلم. ابو داحم انت تدري اللي قاعد تسويه غلط. خلي يا عيال يا ابو داحم. بشير قدامك ما هو باي شخص. بشير صح ولا لا؟ نعم مشغول. بشير اسمعني، كلمني يا بروس. كلمني. طيب قاعد اكلمك انا الحين. انا قاعد اكلم ابو داحم الحين. تتوسل وتكفى. بشير بشير ابو داحم، انا اللي ساعدتك. ساعدتني بوشو؟ اروح اجيب كلمتك هذا الحثاله. يا عيال انضغط الراديو مرتين، اقسم بالله. من اللي سلمك ذا الحثاله؟ شوف شوف، بسم الله نبدا بالتيشيرت، نبدا بالتيشيرت. الان بمصغ التيشيرت. يلي عند الباب مشغول قاعد ابث، يرحم امك. لازم افك البشتي. انا بفسخ الازرار من قدام من قدام من قدام. لازم افك. انا باخذ السيف اللي عندك يا ربي. بسم الله باخذ السيف اللي عندك يا اخي. تعال يا اخي. يا الله يا اخي طول امها يا اخي. يبغاني اذبحه بسرعه ذا. لا 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 تذبحه، لا تذبحه، لا تذبحه. مين عند الباب؟ مين وقاص؟ انا شغل تصوير الحين، بث ستريم. ستريم لو طلق راح يجي العساكر. شار لا تطلق يا ولد يا بابا. ودي اقول خاف على حياتك بس انك بتموت. يا مواطن تعال تعال يا مواطن. بلغ يا مره.
لا ليه تطلق الله يلعن ليه تطلق ليه تطلق يا اخي ليش مالك 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 يا الله يلعن ام القار تطلق ليش بنغير مكان بنغير مكان دائما اذا طولت معاه اقسم بالله يهرب دائما اذا طولت معاه والله دائما يهرب تفكر انت ليش تفكر ليش تفكر دائما اذا طولت يهرب فبعد ام الان بعدين خلص السولف لا لا اصبر 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 بس ابي اشوف البلاغ جاي ذبان ولا ما تدري ما راح يجي البلاغ هي خلينا عمرك غبي يا ابو داحم طول عمري كنت اسس فيك وعلك وما زلت غبي يا ابو داحم وما زلت تختار المكان الغلط يا ابو داحم ما زلت تاخذ التصرفات الغلط يا ابو داحم ما زلت غبي يا غبي يا اخي يا الله يا اخي اقسم بالله طول عمري بعلم فيك يا ابو داحم طول عمري بقول لك اختار الخيار الصحيح يا ابو داحم اصص يا مهان صحيح اختار اللي مكتوب كم مره عدم كنت ها انت ما تفش بالمسالفه هذه صرف ايوه لان ابو داحم ما سجل خروجه ما ادري الحين مكان طلق النار هذا بيتبعون الهليكوبتر قاعد ادور اي مخارج ومعادر بسرعه دز ابو داحم والله احسك متوتر طيب. صدق الان طيب بقول لك شيء اذا جو الشرطه راح يثبت كلام ان ابو داحم فعلا مو مسجل خروجه طيب ما بدون الشرطه ولا ابو داحم وين قاعد تروح يا اخي ليه قاعد تزور المكان ابعد منه لانك قاعد ينظر الشرطه يجون جا سبع غبي انسان ما عنده مخ انسان حمار طول عمري اعلم زي الحمار ولا فاكر اسكت يا مرعي لو ما سكت اقسم بالله اذبحه انا ابغى اذبح لي خلاص اسكت والله ما يذبح لنا هذه مستحيل عايز اعطيك اياها طيب روح ايوه روح جزيره قدام بروس. جزيره قدام يسار او تبي جزيره ايه تبي عدم ام على السريع في واحد في الجي بي اس قريب يا اخي والله انت تسوق الهبل والله ورب المصحف لو يجي واحد الان في منطقتنا ذي تعال ايش بسوي عند المجاري كان جو عند المجاري بس انزل 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 شوف والله العظيم لا اكلم الغبي اللي معك مو مسجل خروجه الغبي اقول لك غبي انت يمكن مسحور لكن اهبط هنا يا شوف اذا وصل الوحدات ونشوف مين المسحور يا ولد اهبط قاعد توترني يا ابو داحم ما في مكان اهبط فيه اي حاجه يا ابو داحم يلا ما قلت لك غبي انسان غبي يا ابو داحم مصير مرعب يتخلص منه لا ما تروح اخشاب معروف هذا مكان حق رهاين لا روح يمين روح ابعد يا بروس والله العظيم ما تمشي معي حركه الاستفزاز هذه بشير ما في استفزاز لك بشير ما يرد والله اتوقع مرعي راح يخليك حي مع الادله كامله وكل شيء كامل انه هو اللي انزل وليش اضر مرعي في الجزيره القدام ايش اضر مرعي بيفيدني مسجل دخولك ماني مسجل دخولي والله شوف هذه حق مسجل دخولك ما تمشي يا بروس شوف مره ما تمشي لان يعني خلي الوحدات وبعدين راح ما ادري ايش تسوي تقول خلي الوحدات تجي سباحه انزل يلا خليهم يجون سباحه طيب اول شيء بفسخه بعدين بعد ما تمام ابغى افسخ اول شيء انزل والله عشان تفسخي لازم تفك البشره والله انت تفسخ واذا طبيت البحر بلعن الطيب فيك لا تطب البحر يا ابن الحلال والله العظيم لازم تفك البشره حبيبي لا تقتل متعتي خلاص خلني اتلذذ ابي اتلذذ يا اخي تقتل متعتي حتى هنا خلاص فكل بشره انا بفسخ انا بقطع سلاكها بسم الله الان انا ايش بسوي يا ابدا معلمه حتى ذا حمار زي طيب اسكت الان بفتشك اول شيء الان بفتشك اصبر ما يقدر يفك ملابسه هو مكلبش لحظه انا اقول لك كل شيء لا لحظه ابغى ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ذا ما اقدر افتشه يا ولد ما اقدر افتشه لا تقدر اسوي له روب ما اقدر يا اخي كل شيء واحد جرب بعيونك فكني فك يدي وبارفع يدي انا مالك والله ما فك يدك وتموت ورب المصحف انا اعطيتك كلمه رجل ما راح انحاش صدقني دقيقه بدخله عندي مساحه ليه ماني قادر برعي شوف لي على الشاطئ قايل لك انا قايل لك مين الشاطئ ما في ولا احد على الشاطئ شوف نزل جرب نزله فيك متوتر مرعي هد عادي الامور بسيطه اقول لك اساليب قديمه يا بروس جرب نزله ايوه لا تفك ليه ما اقدر افتشه انا صعب عليك باختصار شديد انت يا مرعي لسه طيب يعني ما تبي تفسخ صح يا اخي لازم تفك البشت عشان افصل لا دقيقه مرعي دقيقه وش هو دقيقه قلت لك انا احتاج شوي كذا اطلع بخاطري فيه
نطقطق عليه دقيقه تضحك عليه بعدين لا نوصل لا نوصل احسك كتبت صح اي لا دقيقه اصبر شوي اصبر الموضوع مو مستاهل ترى يعني انا اقدر طيب. ارجعك الخدمه وارجعك سارك خلي سلاحك عليه روس على ركبك يلا خلي سلاحك عليه على ركبك يا بروس على ركبك والله ما اقدم لك اهانات حلفت بالله يلا والله ما اقدم لك اهانات خليك رجال لا تطب البحر تمام لا تطب البحر بمشي فك البشتي عشان ارجع ركبتي والله العظيم ما اقدر يا اخي تقدر تقدر لا تقدر تقدر والله يا تزحف صح ايوه انسدح يلا على ركبك يا اخي مكلب اترو طيب مشكله حتى انا علي سلاح مرعن عاش يمكن في فرصه في مرعي انه يرحمني لا مستحيل ارحمك طيب انا اعلن من هذا المنبر دقيقه قبل ما تعلن قبل ما تعلن اصبر فك البشتي خلني ماني فك ماني فك لا والله ماني فك ماني فك والله ما طب بحر وليه ما في اي سبب ابغى السيف ابغى السيف اللي عنده تكفى تكفى ابغى السيف اللي عنده الله يرحمه ايوه قدرت تعال 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 مسكه الله الله ملك الحمد هتزر كل شيء للسيف السيف هذا من ابوي جاي تكفى يا مرعي اعلن من هذا المنبر انا المدعي امامي بروس واقولها بالفم المليان ادى رجع يا مرعي ادى رجع فك في المستقبل ما ابغى مرعي مرعي ها رتبه ابو داري ابيك تطلبني اكثر سوات اطلبني اسمع اسمع وفي السوات وارجعك على مرتبه ها ها وارجعك المنصب تبي تسوي تصويت ولا تبغى يا شيخ ويا لا 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 الا تصويت لا يا مرعي تذكر في القسم اول يوم قابلتك فيه ايش كان يقول لك ما خلى اهانه الا سوى لي اياها تذكر ايش يقول بكيفي بس يا مرعي انت تذكر ايش كنت تسوي يا مرعي انت تذكر ايش كنت تسوي مو كل شيء علي انا يا مرعي انت برضو كنت تذكر كل شيء كنت تسويه كل ذره كنت تقدم لي كبروس كنت ماسك القسم وكنت قاعد توجه اهانات القسم كامل وكنت قاعد اسامحك وكل اشياء تذكر السبع اشياء طاوله بتحدد مصيرك دخل سيفك يا مرعي عشان لا تطعني بالغلط لا لا مالك مالك ما راح تدخل فكي طاوله والله العظيم ان قالوا اعدام اني لا اعدم وان قالوا مو اعدام اقسم بالله ما اعدم والله وانا حلفت بالله حلفت بالله يلا تصويت يا جماعه والله قلت اعدام توسل توسل يا بروس توسل جرب بعد بروس جرب والله اني تعبان ومسكين تعبت عشان احافظ على نفسي كل عيال عمومتي راحوا الأخير وين والله الجميع يبغاك تموت والله الجميع ايش المشكلة يا مرعي ايه انك نسيت كل شيء سويته لك نسيت السبع اغلاط اللي مشيتها عشانك ايه بس مشيت سبع اغلاط عشانك وعديت اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وكل يوم امشي وامشي وامشي عشان ايش عشانك انت لكن اخر شيء كذا تجازيني يا مرعي تعدمني انا بروس اللي اسستك انا اللي ربيتك طيب يا بروس انطم انطم الحين صديق ما في مكان خلاص ما في صوت ارفع يدك يا مرعي ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك العنم والسلاح العنم والسلاح العنم والسلاح
عدمته صح؟ بشير عدمته يا عيال، عدمته هلا عدم. والله لا اقول له انه اعدام، اقسم بالله انه اعدام، يبي ولا ما يبي. هي تراك معدم، والله العظيم انك معدم سر امها. اقول والله على كيف امك انا ماربك، خلاص مت تبي. انا جايبك اعدام معدن يا ابو سويحل بلا مبزره. ابو سويحل يا عيال ابو داحم، ابو داحم ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ خير يا ابو داحم ايش فيه؟ ليه يا ابو داحم ليه؟ اذا قابلتك راح اقول لك انك تهرب غلط. تاخذ اسلحتي وتاخذ كلبشتي وتقول اذا قابلتك اقول لك؟ لو رب العزه انك تزحف. ودعم انت عرفت ما تقدر فيني. ما قدرت فيك. شو ما قدرت فيني وانت ماخذ اسلحتي؟ استهبل اقسم بالله. عم نفسي. يعني انا تتوقع اني بقدر فيك؟ تتوقع اني انا بقدر فيك حمار؟ اقسم بالله انك تستهبل. يعني شلون بقدر فيك؟ لو بقدر فيك كان قدرت فيك من اول لحظه، انا عندي فرصه. يعني تتوقع اني بأذبح وبأذبحك؟ ليه؟ وش مصلوحي؟ الشخص معك الان ابو داحم، الشخص معك. اي معي. طيب هو معدم صح؟ لا لا مو معدم. طيب اعدمه. اي راح اعدمه قدامك بعد، اوعدك. يعني ام اللفه، لحظه يا عيال، هو لو بغى يغدر فيني كان طلق علي النار، بس ما طلق علي النار. دقيقة أنا قاعد أحاول أبرمج مخي. فيني قهر العضلة، فيني قهر. لا لا انا متاكد 100% انه ما يبغى ابو سويحل، يعني خلاص هو ضده. ومعي شرب بموت.
يذبحني صح؟ وجود المسعف الخاص مكان اللي قلتكم عليه. تنفار بلغ الوحدات لا احد يجي هنا نهائيا. ما راح اوزع نقاط. هذا قاعد يهبد هبدي عيال. ايش يعني انتظرك لين متى؟ اخلص. ممكن انا الى الان معي يا جماعه. صبر صبر. اه يا مرعي. ممكن مرعي وبروس. انظر. هذا منه اللي معي يا اسمع. يا الله. لا هذا الصوت. يا عيال هو معي الآن ولا ضدي ولا إيش؟ راسي 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 أقسم بالله إني دخلت خلاص. ما عاد أدري أنا أفرح ولا أزعل. جبت لك يا مرعي. الحمد لله. اجل صدق المراقب. اجل صدق المراقب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اجل صدق المراقب. يعدمون الاثنين. لا ما يعدمون الاثنين. انا ما بيني وبين عداوة. سعادة بروس. ابو داحم ساعدني. ايش فيك ابو داحم؟ طيب الله وجهك. صح عليك صح عليك. انت كنت مراقب صح؟ اقبض عليه يا ابو داحم. اقبض عليه ابو داحم. انت كنت مراقب قول لي. اقتله من هنا يا ابو داحم. ارميه في البحر. ابو داحم انت كنت مراقب. طول عمرك كنت مع الحكومة. وهذا الشيء ريحني يا ابو داحم. ريحني. ليه ما ترد علي يا اخي داحم؟ داحم كل زق انت تتعلقك. والله لا اخنك. والله انك معدم. اقسم بالله لو ما تكون معدم اني لا اوري امك المبزره كيف. واني لا ادخل القسم واطلق خسي. والله انك انا اطيحك. انا اللي اطيحك. انا اللي اختار. انت معدم. اشتري كف على دقني. ما اعطيك من ورا ضربه مجنون. انت ما تموت.
والله ما استبعد الان يودينا عند شخصية أسامة شو اسمها؟ لما تروح المستشفى ايش كاتب؟ ايه شكلنا انا وياك معدمين ولد داهم ذاتك ومو مع ذاتك ولد شكلنا وياك والله معدمين الحلقة الأخيرة اسمع احنا معدمين ولا وش علمنا على الأقل عشان ما ننقر على الأقل هو أول تكفي بدا ما راح ذي المنطقة لأنه خايف من العساكر ويزبن شوفوا يا جماعة بالله عليكم ما حد يخصم مع نفس الشخص سواء غدر ولا ما غدر قاعد يسوي سيناريو قاعد يعني يتقمص رول بلاي والله لو انه طلع صدق انه غدر فينا انا وبسويحل ونعدمنا والله اني راضي جابها بطريقة حلوة مشانا الصدق على انه صدق انه معي بغض النظر حلف ولا ما حلف يا عيال لعبة في النهاية يعني مقصد اللعبة بس ما استبعد الان القى الفا طالع لي فبشكل عام لا احد يشخص مع الشخص نفسه الحين ذا غدر ولا اتوقع انه بيغدر بتحليلي الشخصي الصدق اللي اتوقع انه قاعد يسوي شو اللي اتوقع انه ما كان شوفوا الان بيبان بس انه يعدمنا ما اتوقع صعب ليه جايبنا المطار يا ابن الحلال وش هذه؟ المسعف اللي طلبته موقعه خوفني بدق على ابو سويحل هي لا يكون بيعدمنا انا وياك يا احمد وش ذا اسمع اول ما نصحى نطب بحر على طول نروح نركض طيب يلا هي على الاقل انت تعدمني وين يعدمني هو مصيبه ذي بطبخ على طول العن خيرك استغفر الله ايش السالفة بداحم ساعده وخليك عنده بداحم لا والله تكذب علي ورب المصحف وش فيك يا ولد؟ ايه في ناس كانت تراقبك تعرف كل شيء يا أمري. ذكرني تراني الناس يذكرني كنت انا وياك ماسكين كل الناس تراقبني طيب خلاص فكني ما حد عندنا مسعف جيب الشخص الثاني عندي تحت يا ولد بس ابغى افهم عشان اجهز مشاعري للموضوع اللي بيصير سواء زين ولا شين لا تكذب علي لا ورب العزه لا ورب العزه لا 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 دقيقه بتكلم اقسم اقسم يا
قايل لك لا تفرح صح ولا لا؟ ورب العزة ما يعدموني تمام. والله ما نعدم. شو هذه؟ والله ما يعدمني يا عيال. وين سوالف اقسم بالله؟ وش ذا؟ والله العظيم ما يعدمني. اذا بيعد انه معدم مو سالفه هي. حبيبي نوزع نقاط ايش بس؟ احس اني تلطمت كثير. والله والله اني سبك يا عيال اللي صدقت. لو اطلق عليه النار بصفة اعدام ترى ما راح اعدم. لو باخذها كذا مفروض انه هو اعدم مثل ببسر انا وياه. انت ما طلقت عليه طيب. اسقطته من ورا راسه يا اخي وانا جايبه عشان اعدمه. يعني لازم اقول انه هذه الطلقه راح تخترق المخ الايمن من النخاع الشوكي وتؤدي الى توقف نبضات قلبك مما يؤدي الى وفاتك. ما ينفع يا اخي. خلاص اسقطته مات الله يرحمه. لازم فينش يا احمد. لا هذا كود. هناك كود سوي فينش. انما الاعمال وبالنيات شباب. خلاص انا نيتي عدم. بيجيبون المسعف. المسعف يقول ما فيه نبض يسوون ذي الحركة. يا عيال تخيلوا يجي حس يفزع لي. يا عيال حسوا رب المصحف لو تجي تفزع لي الحين. لا لا حسوا قسما بالله لو تجي تفزع لي الحين اني لاقول لك طب وتخير. يا الله حلاو والله صدق حلاو. $500 والله $500 حس اقسم بالله $500. انا اتوقع حس امسك يا ضغط بالراديو ترى ما سمعتوه. ايش ذا الصوت؟ وين والله صارت احداث كثير يا عيال. كنت ناوي اخلي مقطع يوتيوب بس الحين على اللي صار هذا يبغالي اشوف ايش السالفه. دقيقه انت الرسم في مكان ثاني يزق فيهم شوي. يا معليش بس شو. لا كنت داخل 645 يا فرح. انا بعطيك السوات. وشو ذا؟ ما مداني ادخل يا ابوي. ما مداني ادخل تكلبشني. وقف 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 يا وقف معك. نتكلم. ايوه يا ولد انت صادق ولا طقطق. انا ابيك قدام خويك حبيبك. انا اسميه حبيبك تدري يعني. خلاص هذا صار ما خلاص يعني غدرت صدق. اي غدرت صدق وقف يعني. يا بروس اقسم بالله اطلق عليك الحين. وش الحين بروس معك ولا مو معك يا ابن الحلال؟ بروس تصدق شيء؟ انت مكلبش ولا وش السالفه؟ فادك يا بروس خذ اغراضي.
بروز الحين يا بروز خلي اللي بينك يعني اثبت معاه طيب بس في المسعف بروح ادفنه كذلك يا بروس يا مرعي يا ولد انت صادق ولا طقطق ولا وش الحين بموت انا وذا اي صادق والله لا عظم لا لا ما راح اذبحكم ذبح ما راح اذبح انا ما اذبح لكن انا اخليكم هنا ابيكم تعرفون ترى انت في منطقه مقطوعه اذا طلعت برا البحر الله يرحمك لا اعرف اسبح انا دقيقة اسبح انت مكلبش شد حيلك لا لحظه لحظه بكلمك على جنب لو سمحت يا دكتور ذا تعال لا لا قلت بكلم طويل عمر روح انت داخل والله ما بيدك سلطه يا استاذ ابو داحم ابو داحم ممكن اكلمك شوي على جنب انا بروح أنا بروس ابو داحم ابو داحم والله بكلمك اي والله بكلمك انت بروس يا انت ابو داحم انا بروس ابو داحم بكلمك انا طيب بكلمك وين بتروح والله لا الحك لين موت لا 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 وقف وقف اذا طلعت حي من هنا يا طيب روح روح هناك روح هناك شوي روح هناك شوي دقيقه لان الوضع الان هي لا لا يا جماعه الان قاعدين نهبد احنا كنا ثلاثه قاعدين نهبد اللي قاعد يصير غلط يعني ما في احد يموت هذه مشكله لازم واحد يموت حلو فيظهر نذبح المسعف طيب يبغى الموت طيب سد حلق لا سد حلق سد حلق كيف تعال بكلمك شوي لو سمحت طول العمر الله يطول بعمرك لا لا ما تسلم ما تسلم ما تسلم ما تسلم نتكلم بس يا اخي اشكر امك على الاداء ورب العزه صدمتني اشكر امك اعطيتك فرصتين اعطيتك ثلاث فرص لا تطقطق هنيك هنيك لا 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 جالس تستهبل يا مرعي صالك مش مش كم زياده اي اسمع الان اعطيت بروس فرصه لك جالس يستهبلون الاثنين طيب خلاص خلاص اسمع اسمع الان كل شيء تمام حلو نعطيها وضعيه ان انا وبروس نبقى هنا انا بطلع لك مع الجنب فك البشتي واركب معك ليلي حلو بعدين برجع اعدم امه انا لحالي طيب حلو يلا مرعي شوف الشخص اللي واقف هناك ايه يروح وقف جنبه ولا اكثر يلا شوف انت صادق والله تعال صادق يا ابو داحم وداحم مش ده والله ابيك طول الليل يا مرعي ايش سويت انا والله صادق اسمع 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 ابيك طول الليل تك جنب بروس طلعونا شيء كل اعدمه بكلامك تقدر تكتله بكلامك خلاص قلنا لك ما يسمعنا الحين انا اسالك الحين تقدر تعدمه بكلامك يقول انا من جدك والله صدق اي والله من جدي تعال شلون ما تعدمه واللي قاعدين نسويه من اليوم طيب اعدمه قلها خلاص انا اعدمني واعدمه طيب اعدمنا كلنا حرام عليك تعبت مرة والله يا أخي تعبت نفسيتك والله تعبت خلاص عدمنا كلنا وخلنا نتاع يا بروس أنت أبي تعدم مرعي صحيح إيه أعطيك فرصة الحين أنك أنت تعدمه بكلامك أبيك تعدمه بكلامك كيف عدمه بكلامك أعدمه أعدم نفسيته شوف أنا ماني ضحوك مو أنت كلامك يا بروس ترى أفضل شيء في القضاء المجرم هو لعب نفسيته القضاء على نفسيته خليه شخص ما عنده شخصيه الله يلعب نفسيتك يا الكلب إيه. معليش معليش انت لعبت فينا معليش 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 طول العمر بدي اكلمك مره ثانيه جبتها شو اسمك معليش اخر مره والله تكفى اخر مره والله لا 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 والله والله تعال تعال والله والله اقول اقسم بالله ان ادائك مو طبيعي ورب المصحف اهنيك الصدق اهنيك والله يا ابو داحم ادينا مره بس خلاص هي لطول بزياده لاني انا لا لا بطول بزياده ترى شوف 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 انا جالس اتعامل انا اتعامل معه باسلوبه ترى هو ايوه رجع ايوه عندي ايوه عامل الشخص بنفسيه ودي ابكي فيني قهر اسمعني اسمعني عشان كذا عشان كذا انا والله انا اعرف انكم اكثر اثنين يكرهون بعض اذا حطيت اثنين اكثر انت قاعد جدول جنب بعض اقسم بالله كذا انت حكمت عليهم مو بالاعدام انت حكمت عليهم نهايه العالم طيب الله لا يهينك يا مرعي يا ولد صادق انا بروح الان عندي شغل والله والله راح جنباء يا ولد انت صادق راح اجيكم بعدين خليك جنباء انت صادق والله اي والله صادق خلاص يا مرعي يا وين الكاميرا وين الكاميرا بسرعه طلع الكاميرا شكلك مدير اسمر بقالب في اليوتيوب تعال تعال فك 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 بالله عليك والله تكلم صادق يا اخي خلاص خلنا نعدمه والله ابغى محتوى في هذا اي هناك عنده شوف هذاك هذاك اساس المحتوى تعال بداح لو سمحت لا تقهرني بنفسي والله ما بنام الليل احس انها طارت من يدي الله يرحم والديك اي انا جاي انا جايب لك ايش اللي جنبك؟ وين يا يا بروس ما عاد صرت اقول سعاده بروس تحس بقوه يا بروس اجلس هنا خليك هنا هذا ضعفك هذا انت وين قوات السوات والقوات الخاصه
روح عب لي بنزين وروح جيب لي أكل وصرفت لك نقطتين وتضحك يا أبو داحم. يا جماعة إلى الآن هذا إلى الآن إلى الآن هذا طقطقة كله اللي قاعد يصير كله طقطقة صح؟ أبو داحم خلال 24 ساعة تدري القواس بيسوون صح؟ يا رجل تتحلق الله يشغلك أنت قواتك دي أصص تكفى أشغلتنا من اليوم والله ما وراك إلا الضرر أنت والقوات الخاصة حاطني مع عزالة المجتمع تتحلقك تتحلق خلق زايد حاطني مع عزالة أنا اللي كنت أدلفه راح اجيك بعدين تعال اسمع بكره وين خليك خليك عندك خليك عندك بروح خليك عنده ابو داحم يا ابو داحم طيب بموت من العطش يا ولد ايش دقيقه وانا ماني مستوعب اصبر الحين احنا مغدور فينا هيه الحين انا وانت مغدور فينا انا ما قلت لك من البدايه ما قلت لك من البدايه انت ما تسمع كلامي قايل لك مسجل دخوله وقايل لك انه كذاب وقايل لك انه بيسوق الهبل وانت ما تسمع كلامي وطنش بروس وطنش لا لا كذاب انت عندك سحر اسود يا مين يودا اقلع والله بالعدل يا عيال والله صدق ذا خلانا هنا ابو داحم يا عيال ما عدمنا ولا سوى شيء لا كذا وشو ذي هذا راح ابو داحم والله اني اقول لك كذا مقلب والله اني داري والله اني داري يا اخي والله اني داري الله يلعب نفسيتك الله يلعب نفسيتك الله يوفقك الله يوفقك يا فوسخ يا ولد طلع خبيث اللعنه ام الخبث اللعنه ام الخبث استغفر الله انت ايش بعد هذا كله ان احنا راح نموت جوع بالبحر هنا ما حد داري عنه طب اسمع قرش يعني خلق سوالفك زق يعني ما ادري بيرجع صح بيرجع بس والله لعدمك يا ولد يا ولد والله انت تدري بخير بعدك يعني انا ما ادري اوزع نقاط ولا صدق اصبر والله ما انت تدري بعدك المسعف ما اخذها مرعي وقف لا وين مسعف 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 وين جيته يا عيال سواها ابو داحم والله هي والله سواها يا عيال والله سواها وبنفس الوقت ما اعدمنا تبي الصدق؟ والله ابو داحم ما اصفق لك صراحة اقسم بالله اصفق لك والله اصفق لك والله العظيم والله بدعت الصراحة يعني الان احنا ما نقدر نسبح بالكلبشة ومكلبشين هنا كارول بليل لو بنقدر نزبن ما نقدر نزبن
يا ويلي وش التقلب، وزع النقاط والله غدر يا جماعة. خلاص ما عاد منتظر أكثر. هذا فمك. دفمك عسك 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 لعمري كذا أنا عسك أدعس أدعس طول عمري أدعسك طول عمري أعلمك طول عمري وأنا أدعس فيك. شلون قاعد زي كذا؟ أدعس شلون؟ أدعس أدعس والله يلعنهم بالقهر. انت عسى كان ادعناهيني انا ادعس على كرامتك الحين احط وجهي في حلقك وانت طايح في الارض ادعسك دعس انا ادعس عليك اناهينك وادعس عليك وادعس على مندوبك في الارض خليك عند رجلي انت وجهك عند رجلي انت ايش وجهك عند رجلي وتفتح فمك وتتكلم هاي المهان هاي المهان اسكت اسكت يا المهان اسكت اسكت اقعد اقعد وجهك في الارض وجهك في الارض ادعس عليك الحين اسكت عند رجلي ولا تقوم اقعد 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 على مخي اقعد يلا اقعد 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 عند رجلي اقعد 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 مقامك ومقدرك هذا مقامك وهذا قدرك تحت في الارض هذا هو شوف كيف ادور عليك انا ادور عليك انا ايوه 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 كيف ها كيف 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 ايش فيك ايش فيك ايش فيك ها ايش فيك قول لي ايش فيك قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي تحسن ايش ما تقدر تقوم بسم الله على قلبك بسم الله على قلبك بسم الله عليك بسم الله على قلبك احس انك تعبت احس انك تعبت مره صح ايوه 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 اقعد 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 عض الارض عض الارض عض الارض عض الزفت عض الزفت عض 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 ايوه خليني اقوم رجال عض 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 خليني اقوم انتم مستمتعين يا جماعه صح انا بعد مستمتع هنا خلاص احس اني كذا يا جا 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 مشت بس ما ساقت زين قاعد بس قاعد خلاص خلاص فكري قاعد قاعد بس قاعد باقي تقعد بس خلاص خل والله لا اسوي كذا لما تموت اقسم بالله هذا مفكر بحل لا اذا مت انت معدم لحالك ما راح تسوي شيء الا الحال يد واحده تصفق انت معدم اذا مت ترى بموت اي تكفى موت تكفى موت بموت ايوه والله بموت قوت قوت ها ايش تبي ادخل والله كنت بذبح عيال بس اقسم بالله ابو داحم رجال ابو داحم والله على انك ضدنا بس اقسم بالله انك بدعت اليوم والله ابو داحم بدع يا عيال والله فنان والله دخلني جو مره الصدق اقسم بالله عيال ابو داحم مو طبيعي والله صفق له والله والله صفق ابو داحم I'm unstoppable today.
والله يا جماعة قاعد أفكر أنا يعني حلو، قسما بالله أنا دخلني جو. وين ارتجل بأشياء كثير الصدق، مع أن النية كانت إعدام، بس والله ارتجل تحسب لي. أبو سوي حل والله يا أبو سوي حل. بشير يا عيال، يا عيال حس وين راح يا عيال. حط قناة هذا هو من شنو يا جماعة؟ يا فشار أسود من إبليس. بس أنتوا أهم شيء إنكم استمتعتوا، أنا والله استمتعت. حتى أبو سويح يعني معناه إن كلنا ودنا نعدمه، بس والله يعني ما قصر الصدق يعني. كلامكم انبسطت الحمد لله. بسحب الحين على تذكرة كأس العالم يا شباب. يلا دامني بسطتكم بسطوني، روحوا التطبيق. يلا الكل يا جماعة هجوم على سيسي بلاي. ما أقدر يا أبوط الموجة. هذا اللي لقالوا لك بث العواض يا بعد قلبي يين. الله يسعدك، شكرا والله، والله يعني الكثير والله. إذا أنتم بسطتوا أقسم بالله أنه يسوى كل شيء والله. يلا يا جماعة بسحب على تذكرة الكأس العالم من سيسي بلاي. كل اللي عليك انك تشارك، اكتب كومنت، حط لايك، سوي فولو، معلق فدا، معلق يعني من ضغطكم ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه. يلا بسم الله خلونا ندخل. والله يا ابو زهرة انك صادق بشير، وعسعس انت قلت لهم يقراقبونك من بعيد، كارول بلاي هم عارفين موقعك يا عيال، اقسم بالله انه صادق، والله انك صادق يا ابو زهرة. اذا هم ما مسكوا من الشرطة يقدرون يطلعوني، يقدرون يجون يطلعوني باي وقت اذا دخلت السيرفر. والله انك صادق. يلا بسوي ريفرش وبعد العشرة بنزل تحت وبسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انزل كذا. عشرة مبروك يا 0XIIIT، تذكرة السعودية ومباراة منتخب السعودي والمكسيك. عليك بالعافية، تستاهل يا حبيبي. بيتواصلون معك بإذن الله STC بكرة واليوم، اليوم متأخر توقع الوقت. يدي تحكني اجي اخرب البلاي واساعدك. لا خليك على العقود يا ملار، الامور طيبه. عموما يا جماعه يا رب اني يعني اعطيتكم بث انبسطتوا فيه، وهذا الشيء ان شاء الله انه مع الوقت كل ماله يعني يكثر ويزيد وتستمتعوا في البثوث. سي سي بلاي نشكرهم على كل شيء يقدمونه، على الجوائز اللي قدموها، تطبيق في كل شيء تحتاجه كجيمر، تبي تلعب مع ناس، تبي بطولات تسوي، تبي تشارك بطولات، تبي تشتري ستورات، تبي تشتري بطايق، عندهم قسم خاص في الأشياء هذه، سواء في ألعاب زي ماينكرافت، فري فاير، فالورانت، كول أوف ديوتي، ادخل وتنقل اللي تبيه، ولا بطايق ستور، ولا بطايق آيتونز، جوجل بلاي، ببجي، فورتنايت، في بوكس، نوس، سبوتيفاي، وكل ما لهم ينزلون تحديثات أكثر وأكثر. فعطوه حقه، حملوه، سووا لي فولو بالمنصة يا إخواني يا حبايبي أنتو، وما عمركم قصرتوا الصدق. ابو سويح في لنا لقاء اخر، انا وياك الان ممكن صرنا في الهواء سوا، لكن لازم، ما ينفع كذا نطول الصدق، لازم واحد فينا يموت. انا بمرعي ما فرقت معي، فبستبيع معك انت لو تجيني لحالك والله بشقك. شكرا لكل واحد يا جماعه كان معانا اليوم، حسوا عسعس، والله الصدق يا جماعه ما قصرتوا، يعني اشهد ربي اني ما كلمتهم، لكن من نفسهم جو وشاركوا، فاشكرهم والله، صنعوا جو للبث، صنعوا جو لي، جو لنفسهم، شكرا والله يا شباب.
اللي راحت نقاط عاد جي جي، والله النقاط تجحفلتوا فيها صح؟ ليه تبون تعدموني؟ دحو يا ابو داعم تراك ميت انت، لازم تعرف شيء هذا زبل، لا اشوفك الان السيرفر، لا اشوفك الان، اتوقع اني انا وبسويحل بنتحالف عليك، والله ما استبعد الشيء هذا، انا وبسويحل لو زبلنا يمكن اتفق انا وياه نعدمك بعدين ارجع عدو بسويحل. عموما اللهم صل وسلم على محمد في الختام، اتمنى استمتعتوا يا حبايب قلبي في بثنا لهذا اليوم، لا اله الا انت سبحانك استغفرك واتوب اليك. يعطيكم ربي العافيه يا جماعه جميعا، شكرا لكل الداعمين والمشرفين والحاضرين، شكرا لدعمكم المستمر، الله لا يحرمنا منكم، الله يجعلنا عند حسن ظنكم، اراكم في بث اخر يا حبايبي، صلوا على محمد في الختام. سوي لكم هوست على واحد من الشباب جماعة، في واحد اسمه زيرو اونلي او اونلي ان اف، سووا له هوست، ماني قادر اسوي له هوست من عندي، وشريفين يلعب جراند هو الان، سووا له هوست. اللهم صل وسلم على محمد، 4 ساعات جميلة، نراكم في بث اخر، انتشروا وتوزعوا وانا بنام، شوفكم بكرة باذن الله اذا ربي كتب لنا عمر. السلام عليكم. اعطوني حسابه، عندك حسابه امان له. حتى لو ما كنت بينا حاول تكون حوالينا، تشوفنا دوم عند ظنك حط ايدينك في دينا، جمهور باور هو الهمة، وصل باور هذه القمة، في كلمة تهدي الزمان بتلاقي باور هيبة عليك.